هيكل التوقعات بالنسبة للكباتن الموجودين طارق دياب، عادل السليمي، ربيع العفوي، ممكن أن تحكمها بعض العواطف، لكن بالنسبة لنا كمحايدين وبما نشاهد حقيقة من خلال هذا الموسم سواء للترجي أو حتى في الجانب المقابل للنادي الأفريقي، ما نشاهده بأننا أمام فريقين يقدمون كرة قدم جميلة جدا على مستوى الكرة التونسية في هذا الموسم، ويقدمون أداء مميز جدا، لذلك نقف في صف الحياد الذي دائما نتمنى من خلاله بأن يكون حضور كبير جدا. اليوم الوضعية في المدرجات في غاية الروعة، يعني أسألكم بالله أي منظر كهذا ممكن أن نشاهده مثلا في أي أجواء أخرى غير في تونس؟ أي منظر كهذا ممكن أن يتكرر في ملاعب أخرى غير في هذا الديربي؟ حضور على أعلى مستوى نشاهد من خلاله أنواع الديفو الحاضرة في المدرجات، وحضور وتفاعل كبير جدا في الملعب الأولمبي بمدينة رادس، وبالتالي وضعية الفريقين من خلال أحداث هذه المواجهة نتمنى من خلالها بأن نشاهد توقع شخصي أبغيها 2-1 1-1 2-2 في شوط المباراة الأول، والأمنيات حقيقة بأن نشاهد لقاء كبيرا يليق بسمعة الفريقين وبسمعة كرة القدم التونسية كما شاهدناها في السنوات الماضية، وكما تعودنا أيضا من خلالها بأن نشاهد الحضور الكبير جدا للفريقين من خلال كرة القدم التونسية ومن خلال هذا اللقاء وهذا الديربي الكبير. تشكيلة رائعة جدا من خلال حضور كبير جدا للفريقين وأمنيات كبيرة جدا حقيقة نشاهد من خلالها وجود الأسماء الكبيرة الحاضرة على مستوى الترجي الرياضي التونسي، وفي الجانب المقابل أيضا بالنسبة للنادي الأفريقي. وإذا ما تحدثنا عن تشكيلة الترجي الحاضرة أمامنا فالأسماء الموجودة كلها هي أسماء تونسية بالنسبة لمدرب الفريق المدرب حمدي مدب الذي يبدأ مباراة اليوم، والأمنيات الكبيرة جدا بأن يواصل وصدارة هذه المجموعة، ولو أنك ذكرت بأن وضعية مباراة اليوم قد تكون مختلفة عن بقية المباريات، لكن الديربي هو الديربي وحساسيته تبقى مثل ما هي، لا تغييرات على مستوى الديربي وعلى مستوى الأحداث وعلى مستوى الصراع وعلى مستوى الجمهور وعلى مستوى الأشياء الكبيرة التي تحدث قبل وأثناء وبعد بطولة الديربي. بسم الله دائما وأبدا نبدأ مع مشاهدينا عبر قنوات الكاس في هذا الديربي التونسي الكبير الحاضر بالمتعة والإثارة والإبداع والإمتاع دائما وأبدا، ومن خلال الأسماء التي تأتي أيضا في هذا اللقاء أمنيات كبيرة بأن نشاهد واقع يعكس مسار كرة القدم التونسية خلال السنوات الماضية، ويقدم أداء مميز كما اعتدنا دائما وأبدا من خلال تغطيتنا في السنتين الماضيتين لأحداث كرة القدم التونسية، ومن خلال أيضا تغطيتنا لمنافسات بطولة الدوري التونسي. نبدأ بالأفريقي باللون الأحمر، الفريقين بألوانهم التقليدية المعروفة أحمر وأبيض بالنسبة للأفريقي، بالجهة اليسرى بمارون بن مصطفى في حراسة المرمى، بلال بالعيفة، سيف تقاع، مختار بن خيثر، وسام الحدادي، أحمد خليل، نادر الغندري، مهدي الوذرفي، عبد القادر الوصلاتي، إبراهيم شنيحي، وصابر خليفة، هي الأسماء الحاضرة في تشكيلة الفريق الأفريقي من خلال هذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم أيضا، وبقيادة مدربه سامي رياحي، أو عفوا قيادة مدربه قيس اليعقوبي. سامي هو رئيس الفريق بقيادة رئيسه ومالكه سامي رياحي، وبقيادة المدرب الوطني قيس اليعقوبي الذي يقدم حضورا جيدا من خلال هذا الموسم أيضا مع النادي الأفريقي. كرة في محاولة رأسية، في هذا الديربي الكبير من بدري يا أنيس، من بدري في
الماضية عرضية رأسية هي 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 بالبدري. يا اخي اصبر شوي، يا اخي اصبر شوي، تأنى شوي، ما بدانا على التشكيلة. أنيس رأسية في ليلة سبت هنا من خلال أحداث المواجهة الكبرى، يشعل الديربي ويضع الكرة في شباك حارس مرمى الأفريقي وفي شباك فاروق بن مصطفى ليعلن عن أول أهداف المواجهة وليعلن عن تقدم أصحاب الدار أو ليعلن عن تقدم فريق الترجي بهدف مقابل لا شيء. من بدري يا أنيس، من بدري، من بدري يا أنيس، من بدري، هدف أول يأتي لمصلحة الترجي هنا في هذه المواجهة. الترجي لم نذكر، لم نعرج إلى التشكيلة، لم نتحدث عن الأسماء، لم نتكلم عما بدأ به عمار سويح في مباراة اليوم، لكن واضح بأنه يبدأ بقوة، يضرب بقوة. عز بن شريفية في حراسة المرمى، إيهاب المباركي، خليل شماب، شمس الدين ذوادي، هشام بالقروي، هلال الشعلالي، سعد بقير، أنيس البدري، الفرجاني ساسي، محمد علي النصر، وطه ياسين الخنيسي، هي الأسماء الحاضرة في تشكيلة فريق الترجي من خلال أحداث ومباراة اليوم. وهنا في هذا اللقاء يبدأ مبكرا جدا ويسجل أول أهداف في المواجهة عن طريق رأسية أنيس البدري في الشباك. كيفاش كيفاش؟ ها؟ هل تستمر العقدة؟ هل يستمر يعني الجفاء الكبير من خلال السنوات الماضية ومن خلال التفوق الذي يسجل تاريخيا تاريخيا في لقاءات الفريقين؟ والحديث عن المواجهات السابقة وعن الأمية والأربعة أو 42 مواجهة سابقة جمعت ما بين الفريقين على مستوى منافسات بطولة الدوري وبقية المنافسات، ومن خلال اللقاءات السابقة الحضور الكبير بالنسبة للقاءات الفريقين، والحضور الكبير بالنسبة لمواجهات الديربي، والحضور الكبير بالنسبة لواحدة من أكثر وأمتع وأجمل المباريات على مستوى كرة القدم الخليجية أو عفوا العربية والخليجية عربية. نعم، هي واحدة من المواجهات الكبيرة جدا، وهي من الأسماء الكبيرة جدا الحاضرة على مستوى تاريخي المواجهات العربية، هذا الديربي الكبير المنتظر. الحديث عن 147 مواجهة تاريخية جمعت ما بين الفريقين. إذا تحقق الانتصار للترجي اليوم سيكون الانتصار رقم 60 مقابل 40 فوز لمصلحة الأفريقي. الترجي يبدأ بقوة، الترجي يضرب بقوة، الترجي يبحث عن الثاني، لكن بعد ذلك المحاولة تصل سهلة عند حارس المرمى الحارس فاروق بن مصطفى، هذا الرجل الذي يظهر أمامنا الآن حارس مرمى فريق النادي الأفريقي في مباراة اليوم، والحضور الذي يبدأ من خلاله المباراة بهدف يهتز فيها الشباك، وبالتالي الوضعية تأتي بتقدم فريق النادي الترجي بهدف مقابل لا شيء. وضعية كبيرة جدا من خلال تاريخ ومواجهات الفريقين، وضعية كبيرة جدا حقيقة بالنسبة للرجل الذي نتشرف اليوم بتواجده معنا عبر قنوات الكأس، والذي يطل علينا عبر الاستوديو التحليلي لهذا الديربي الكبير، الكابتن القدير طارق ذياب، الرجل صاحب الحضور الأكبر على مستوى هذا الديربي منذ عام أو منذ السنوات الماضية حتى وصولا إلى 29 مباراة. طارق ذياب 29 مباراة وهو بقميص الترجي لاعبا في هذا الديربي، كأكثر لاعب تاريخيا حضر في منافسات هذا الديربي الكبير. بينما في الجانب المقابل حسن بايو لاعب الأفريقي هو أكثر من سجل في هذا الديربي بتسعة أهداف، وهو الهداف التاريخي لهذا الديربي العربي الكبير، واحد من أقدم ديربيات كرة القدم العربية، إذ بدأ بعام 1923 واستمر إلى يومنا هذا. والمواجهة اليوم هنا في رادس، هنا من خلال أحداث هذا اللقاء، هنا من أجل صدارة المجموعة، هدف يأتي، هدف يتقدم من خلال الترجي، يصنع فيه الفارق ويصنع فيه التقدم ويضع نفسه في المقدمة مع
من خلال أحداث هذه المواجهة، ويؤكد كما ذكرت خلال فترة قليلة ماضية ليستمر من خلالها التفوق التاريخي على مستوى المواجهات ما بين الفريقين في منافسات بطولة الدوري وفي بقية المنافسات أيضا. كرة فيها محاولة لكن أيضا تغطية حاضرة وإبعاد في اللقطة والكرة الماضية، تصل الكرة عند اللاعب إيهاب المباركي الموجود في الرواق الأيمن في تشكيلة فريق الترجي. يلعب الكرة أمامية، محاولة من خلال ياسر الترجي لهدف ثاني خلال لحظات قليلة قادمة. الكرة عند فرجاني، عرضية في منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية حاضرة وإبعاد يأتي للكرة وللمحاولة الماضية، والكرة بعد ذلك تخلصت وأعيدت من جديد، عادت مرة أخرى لمصلحة الترجي. أفضلية واضحة من خلال بداية اللقاء، من خلال بداية اللقاء ومن خلال انطلاقة الأحداث. هنا كرة في الجهة اليسرى، يبحث التقدم للأفريقي الآن، اللاعب الحاضر معنا في التشكيلة الأساسية من خلال مواجهة اليوم. والحديث في الجانب المقابل عن واحد من الأسماء المميزة ومن المنتظر أن تكون حاضرة بشكل مميز في هذا اللقاء، اللي هو صابر خليفة، اللاعب الذي شاهدناه يتألق في الملاعب الفرنسية، ورجل الذي يعود من جديد إلى تونس. لكن شوف المحاولة، شوف الكرة الماضية، الله، على العرضية المثالية جدا، بنفس هذه الطريقة وبنفس هذا الأسلوب جاء هدف في المباراة الأول. وفي اللقطة الماضية كادت الكرة لكنها طالت تحولت، عادت المحاولة بعد ذلك لمصلحة الأفريقي. أمامية طويلة ملعوبة، تأتي حاضرة في اللقطة وفي المحاولة الماضية، تأتي عن طريق شمس الدين، شمس الدين ذواتي، عودة بالكرة الماضية إلى حارس المرمى عز بن الشريفية، يلعب الكرة أمامية وطويلة في الجهة اليمنى، البحث عن التقدم لكن أيضا تغطية دفاعية حاضرة بتوقيت مميز. في اللقطة الماضية بلال العيفة يبعد الكرة والمحاولة الماضية لكن أيضا أبعدت، عادت المحاولة من جديد لمصلحة الأفريقي، صافرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة الترجي في منتصف ملعب المباراة. أحاديث كبيرة، الحديث حقيقة، البعض يرى من خلال منافسات بطولة الدوري في هذا الموسم ممكن أن تفقد الديربيات قليل القليل من متعتها ومن إثارتها، لكن في الجانب المقابل راح تعطي بطولة الدوري التونسي وقع آخر لمن يلتحق بنا. ونحن الآن في تغطيتنا للأسبوع السادس لمنافسات بطولة الدوري التونسي، دوري في هذا الموسم من مجموعتين، مجموعة أولى ومجموعة ثانية، وفي كل مجموعة ثمانية أندية، الأول والثاني والثالث يتأهلون إلى البلاي أوف أو إلى دور البطولة. الأول والثاني والثالث من كل مجموعة يتوهلون إلى دور البطولة، بعد ذلك ستة أندية تجتمع في الدور القادم وفي الدوري القادم تلعب مبارياتها فيما بينها من أجل تحديد لقب بطولة الدوري في دوري من دورين ذهابا وإيابا. هذا يعني بأننا سنشاهد أيضا مواجهة للترجي والأفريقي مرة ثالثة ومرة رابعة ربما من خلال منافسات بطولة الدوري في هذا الموسم، لأن مسألة تأهلهم للمرحلة القادمة مسألة واردة وبشكل كبير جدا. كرة فيها محاولة ملعوبة أمامية طويلة لكن وصلت سهلة بعد ذلك إلى فاروق بن مصطفى، سيطر على كرته بالشكل المطلوب، يلعب المحاولة إلى بالعيفة، الأفريقي يبحث عن بناء هجمة، الأفريقي يبحث عن تقدم أو عن استعادة المباراة والوصول إلى نتيجة التعادل. بالحديث عن موقف الفريقين وبالحديث عن وضعية الفريقين فإننا أمام فريقين في صدارة المجموعة هذه، المجموعة الثانية يأتي النادي الأفريقي برصيد 12 نقطة من خلال 4 انتصارات وخسارة وحيدة إلى الآن في المباريات الخمس الماضية، ويأتي الترجي في المركز الثاني من دون أي خسارة بثلاثة انتصارات وحالتي تعادل، والملعب القابسي في المركز الثالث في هذه المجموعة وأنهى مبارياته في هذه الجولة ب 11 نقطة حاليا. لذلك انتصار النادي الترجي يعني بأن سيتصدر، التعادل يعني بأن هنالك صدارة ستستمر للأفريقي. وكما ذكرت ما تفرق أول ثاني ثالث، ما تفرق بحكم أن الأول والثاني والثالث يتأهل مباشرة إلى الدور الثاني وإلى المرحلة الثانية من منافسات دوري البطولة. سلامات
واحتكاك امر طبيعي جدا، اشتعال على مستوى المدرج، لما لا ينتقل على مستوى ارضيه الملعب؟ هذه الكره اللي كان فيها الاحتكاك في اللقطه الماضيه، وهنا ياتي مرات اخرى. يا ديربي، اوه يا ديربي، يشتعل قبل بدايته بايام، ويشتعل اثناء ما تلعب المباراه، ويستمر في الاشتعال حتى بعد نهايته بايام. لا يتوقف الحديث في تونس وبرا تونس عن هذا الديربي الكبير، وعن منافسات لقاء الترجي والافريقي، وعن تاريخية هذا اللقاء، وعن الأسطورية الموجودة في هذه المباراة، وعن الكثير من الأسماء الحاضرة، سواء مع المكشخة لاعبة الترجي أو في الجانب المقابل أيضا هنالك من خلال الأفريقي والاسم الكبير على مستوى كرة القدم التونسية. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ، محاولة ملعوبة أمامية، لكن أيضا طالت الكرة، والمحاولة الماضية وصلت إلى خارج أرضية الملعب، كانت عن طريق اللاعب أحمد خليل، لكن المحاولة بعد ذلك أبعدت أو لم يحسن استغلالها أحمد خليل، ووصلت إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس تعود لمصلحة الترجي من جديد، كرة فيها محاولة يبدأ من خلالها عن طريق المدافع في الجهة اليمنى، أو في كرة ملعوبة أمامية، محمد علي منصر، محمد علي أو منصر، محمد علي منصر، معلش تعذروني شوي في مسألة عدم النطق الصحيح للأسماء التونسية، نتعود على الأسماء، يأتي بعد ذلك تغيير، تأتي أسماء جديدة، يأتي جيل، لكن نحاول على قدر الإمكان إن شاء الله مجتهدين من خلال معرفة الأسماء الحاضرة في أرضية الملعب. محمد علي منصر، سعد بكير، كل شيء تمام، كل شيء تمام يا ترجي. كرة في الجهة اليمنى، البحث عن الأرضية الآن بمصلحة الترجي، أبناء المكشخة يبحثون عن هدف آخر، يضربون من خلاله المواجهة من جديد، يسجلون، يتقدمون بنفس الأسلوب. كرة أرضية ملعوبة وصلت في الجانب المقابل الآن، سيطر على الكرة الماضية، أنيس بدري يبحث عن التقدم من خلال المحاولة الماضية، لكن أيضا تغطية دفاعية حاضرة وإبعاد الكرة، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الملعب، والكرة من خلالها رمي التماس تصل عن طريق اللاعب خليل شمام الذي يظهر أمامنا الآن في اللقطة، والكرة الماضية اللاعب الموجود في الرواق الأيسر في تشكيلة فريق الترجي من خلال منافسات مباراة اليوم. كرة إلى صافرة موجودة، أو حديث حكم المباراة هنا في اللقطة الماضية، بعد ذلك مباشرة استئناف اللعب هنا في الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم. الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم، الله على مباريات، والله على أجواء، والله على منافسات، والله على ديربيات، ونتمنى نحن هنا في قناة الكاس أن نكون على مستوى التغطية، وأن نقدم الأداء أو الحضور أو التغطية التي تليق على مستوى الحدث الكبير. بالمناسبة وزارة الداخلية التونسية استجابت اليوم لطلب النادي الترجي برفع عدد الجماهير المسموح لهم بالحضور في مباراة الديربي، وبالتالي وصلت الأمور إلى أن يكون العدد هو 24,000 متفرج، أمر طبيعي جدا بأن يكون هذا العدد كاملا على مستوى هذا اللقاء هنا ضمن المرحلات السادسة من منافسات بطولة الدوري. وكان الترجي طلب السماح لخمسة آلاف من حاملي الاشتراكات السنوية بالنسبة للنادي للدخول لملعب رادس الذي يحتضن هذا اللقاء، وبالتالي يزداد عدد الحضور الجماهيري. وإدارة نادي الترجي أيضا طالبت بحضور أكبر على مستوى 30,000 متفرج، لكن السلطات الأمنية وافقت في النهاية على 19,000، وكما ذكرت خمسة من حاملي الاشتراكات السنوية بالنسبة للنادي، وبالتالي وصل العدد إلى 24,000 متفرج في الملعب الأولمبي برادس. كرة فيها محاولة في اللقطة والكرة الماضية، لكن أيضا طالت المحاولة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. محمد علي منصر يحاول في اللقطة والكرة الماضية، لكن أيضا وصلت في الجانب المقابل لمصلحة حارس المرمى فاروق بن مصطفى، يلعب كرة لمصلحة الأفريقي، حضور بالنسبة للفريقين أول على مستوى هذا الموسم، على مستوى هذا الموسم، ومن خلال أحداث هذا اللقاء
يظهر من خلاله التفوق بالنسبة للترجي في الدقائق ال17 الأولى على مستوى المنافسة هنا في مباراة اليوم. أنيس البدري مبكرا قبل بداية هذه المواجهة وفي إطار مباريات المجموعة الملعب القابسي انتصر على نجم المثلوي بهدف مقابل لا شيء، والترجي الجرجيسي فاز على شبيبة القيروان أو عفوا في المجموعة الأولى بهدفين مقابل لا شيء، واتحاد الطاوين تعادل مع أولمبيك بوزيد بهدفين لهدفين، وليلة البارحة النجم الساحلي أيضا في مباراة من المباريات الكبيرة في كرة القدم التونسية في إطار منافسات المجموعة الأولى تعادل مع بهدف لهدف مع النادي الصفاقسي، وفي إطار هذه المجموعة حمام الأنف فاز بهدف مقابل لا شيء على الأولمبي الباجي، ومستقبل المرسى تعادل إيجابيا مع مستقبل قابس بهدفين لهدفين. جولة تهديفية على مستوى كرة القدم التونسية، كرة فيها محاولة في الجهات اليمنى، البحث عن الأرضية في اللقطة الماضية، تغطية دفاعية حاضرة وإبعاد يأتي عن طريق أحمد خليل، كرة تصل في الجانب المقابل لمصلحة الأفريقي في منتصف ملعب المباراة، تمريرة تأتي في اللقطة الماضية. عبد القادر وصلاتي، بلال عيفة يلعب كرة في الجهات اليسرى، لكن ايضا تغطيه حاضره تخلصت الكره، عادت المحاوله خطيره جدا ملعوبه، لا زالت مستمره التعديل. ياتي الرد، ياتي الرد هنا في اللقطه الماضيه والتسجيل لمصلحه الافريقي، وياتي التعديل، ابراهيم شنيحي، شنيحي يسجل، يضع الكره في الشباك وبالاقدام الجزائريه ياتي التعديل. هذه الكره فيها مطالبه في مره اولى، بعد ذلك العرضيه وصلت الى ابراهيم شنيحي، شنيحي 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 يسجل، يضع الكره في الشباك ويعلن عن التعديل الان بهدف لهدف بعد مرور 20 دقيقة. صابر مر، خليفة تقدم، مرر، وصلت إلى شنيحي، وإبراهيم يضع الكرة في الشباك ويعلن عن التعادل الآن بهدف لهدف وسط ربما غفلة، وسط غفلة في الكرة الماضية وفي المحاولة الماضية ليشعل المدرجات، ليشعل المدرجات ولتنتفض الأنصار ولتفيق من سباتها، ليعلن عن وجوده في الديربي، ليعلن عن وجوده في الديربي. وهنا يأتي هدف المباراة الثاني وهدف التعديل، هدف التعديل لمصلحة فريق نادي الأفريقي، وتصل الأمور الآن بهدف لهدف. مختار بالخيثر في اللقطة الماضية على تنفيذ رمية التماس، الرجل الذي يسجل حضوره أيضا من خلال أحداث هذه المواجهة كلاعب جزائري موجود آخر في تشكيلة الأفريقي من خلال أحداث هذا اللقاء، مختار بالخيثر، وفي الجانب المقابل أيضا عندنا إبراهيم شنيحي، شنيحي تقدم، توغل، مر، انسل، وصل، سدد، سجل التعادل، أعلن عودة الكفة إلى الاتزان من جديد ليعلن انطلاقة أخرى وبداية أخرى لبطولة الديربي من خلال أحداث هذه المواجهة والأحاديث المستمرة الآن والتوجيهات التي تأتي من قيس اليعقوبي، هذا الرجل الذي يظهر أمامنا الآن والرجل الذي كان لاعبا ل 13 سنة تقريبا مع الأفريقي. هنا التقدم يأتي، أنيس من بدري، أنيس من بدري، ثم بعد ذلك التعديل بإقدام التونسي الجزائري إبراهيم شنيحة. هذه الكرة، الله على الصبر، الله على الصبر، صبر ينال بعد ذلك من خلاله الفرج الأفريقي من خلال هذا التعديل في اللقطة وفي المحاولة الماضية، وبالتالي تستمر الأمور بهدف لهدف من كلا الجانبين. عمار، ما الذي ممكن أن يفعله في لحظات قادمة وفي دقائق قادمة من خلال أحداث هذه المواجهة، بعد ما كانت كل الترشيحات تشير إلى هدف آخر لمصلحة الترجي، يأتي الأفريقي بالتعديل، يأتي الأفريقي بالتعديل، 1-1، وهي يا ديربي، هي يا ديربي، الله على هذه المواجهة، والله على هذا اللقاء، والله على كرة القدم التونسية، الله
على ما نشاهده من أداء كبير جدا يقدمه على أفريقي والتردي. وبالمناسبة احنا لم نشهد طفرة كرة القدم التونسية، ولم نكن ننقل مباريات الديربي في عز الأفريقي وفي عز الترجي. الآن الناس تتحدث عن تراجع في المستوى، وكل هذا الذي نشاهده وتراجع في المستوى، ما الذي ممكن أن يحدث لو شاهدنا على قمة وعلى طفرة الترجي والأفريقي في تسعينيات وبداية الألفية الحديثة؟ سيجن جنوننا. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ يأتي في اللقطة وفي المحاولة الماضية صافرة لمصلحة الأفريقي في منتصف ملعب المباراة تقريبا، خطأ يأتي بعد انتصاف شوط المباراة الأول. ندخل إلى أحداث النصف الثاني من شوط مثير راية ما بين الفريقين. بلال عيفة على تنفيذ المحاولة، كرة يلعبها أمامية بلال، لكن طالت المحاولة الماضية على مختار بالخيثر، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تصل بعد ذلك إلى رمية تماس أو إلى ركلة مرمى لمصلحة حارس المرمى معز بن الشريفية. بعد أن طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية ملعب وصلت إلى ركلة مرمى. في كأس تونس آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين، وكانت في هذا الملعب في المباراة النهائية على مستوى منافسات كأس تونس، وبالتحديد في أغسطس من هذا العام قبل تقريبا شهرين من الآن، الترجي انتصر بهدفين مقابل لا شيء. يومها سجل طه ياسين الخنيسي وآدم رجيبي هدفي اللقاء في شوط المباراة الثاني. قبل ذلك في الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم في الموسم الماضي، الترجي فاز ذهابا وإيابا في ملعب المنزة بهدفي فخر الدين بن يوسف وإدريس محيرس، وفي ملعب راتس أو في ملعب المنزة أيضا مباراة الإياب لعبت شمس الدين الذوادي وهيثم الجويني سجلوا مقابل هدف لغازي العيادي. بالنسبة لنادي الأفريقي في تلك المواجهات التي طرد فيها بلال العيفة وطرد فيها سيف دقاع، واحدة من مباريات الديربي المشتعلة والتي كانت حاضرة بشكل رائع جدا ما بين الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري في الموسم الماضي، بينما آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين في هذا الملعب على مستوى منافسات بطولة الدوري، عماد المنياوي كان قد سجل هدف الانتصار لمصلحة الأفريقي، ويومها كان الانتصار الأخير للنادي الأفريقي على النادي الترجي في إطار منافسات بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي وفي إطار منافسات الجولة الثانية. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ يأتي في اللقطة وفي المحاولة الماضية، يبدو على نادر الغندري بعد تدخله الذي كان حاضرا في الكرة الماضية. نعم نادر الغندري يحصل على خطأ بقرار من حكم المباراة في اللقطة وفي المحاولة الماضية، وبالتالي تظهر البطاقة الصفراء الأولى على مستوى أحداث شوط المباراة الأول هنا في هذا اللقاء بعد مرور 25 دقيقة. هدفين، هدف من كل جانب، بطاقة صفراء هذه الكرة الماضية، وهنا التدخل وهنا البطاقة الصفراء المستحقة من وجهة نظر شخصية على نادر الغندري في اللقطة وفي المحاولة الماضية. تعود الكرة لمصلحة الترجي ملعوب. يا سلام، الله 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 على المرور، لا زالت المحاولة مستمرة، وصلت، دخول قوي، صافرة وخطأ في مكان خطير جدا، في مكان خطير جدا على مشارف المنطقة، ربما نحن على مشارف هدف آخر. هذه الكرة الماضية وهنا التدخل والقرار يأتي والصافرة موجودة والخطأ قريب جدا على مستوى منافسات هذا الشوط، وضعية في غاية الروعة. من سينفذ الكرة القادمة؟ من سيضع المحاولة القادمة؟ هنا التدخل يأتي في اللقطة وفي الكرة الماضية على اللاعب سعد بقير، قطع على سعد بقير على مشارف منطقة الجزاء. ولمصلحة الترجي من سينفذ الكرة والمحاولة القادمة؟ ربما هلال الشعلالي، أنيس البدري، طه علي خنيسي، واحد من الأسماء التي ممكن أن تكون حاضرة في محاولة وفي كرة خطيرة. نشاهد مجموعة من الأسماء، منصر أيضا موجود على الكرة، أنس البدري موجود على الكرة، ربما يترك التنفيذ لسعد بقير، ربما المحاولة بعد ذلك ساسي أيضا هو الآخر حاضر من خلال
التغطية والكرة القادمة على الفرجاني الساسي، الرجل الذي يبحث تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة، لكن من سينفذها؟ من سينفذها؟ يبدو بأن سعد بقير هو الأقرب لتنفيذ الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة الترجي على مشارف في منطقة الجزاء، في كرة يأتي من خلالها الترجي في رحلة البحث عن هدف التقدم. البدري موجود وبكير موجود، سعد ولا أنيس؟ سعد ولا أنيس؟ من هل هو الأنس لجماهير الترجي أم هو السعد للمكشخة في اللقطة وفي المحاولة القادمة بكرة ملعوبة تصطدم في الحائط، تصطدم في الحائط البشري، تعود المحاولة مرتدة إلى صابر خليفة، صابر يبحث عن مساندة من خلال المحاولة القادمة للأفريقي، يلعب كرة أمامية طويلة اللقطة الماضية، لكن تدخل خاطئ، تدخل خاطئ من جديد، من جديد، بن الشريفية، بن الشريفية في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية يتدخل، والكرة بعد ذلك يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. أسامة حدادي يلعب الكرة والمحاولة الماضية، لكن الكرة بعد ذلك أبعدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة وصلت إلى ركلة الركنية على يمين بن شريفية، ملعوبة ركنية في منطقة الجزاء الرأسية، لكن إبعاد، عادت المحاولة من جديد، هل هي مرتدة؟ تدخل دفاعي يأتي بتوقيت مميز جدا، وإبعاد الكرة الماضية والمحاولة الماضية، والكرة بعد ذلك ملعوبة أمامية وطويلة، عادت للأفريقي شيئا فشيئا، تشتعل المواجهة، هي بدأت مشتعلة، هي بدأت مشتعلة وتستمر في الاشتعال، والأجواء تساعد على ذلك. كرة ملعوبة فيها محاولة أمامية، لكن أيضا تدخل يأتي بتوقيت مميز جدا من بالعيفة، عادت المحاولة من جديد، وصلت فيها الجهات اليسرى، البحث عن التقدم الآن، كرة ملعوبة في اللقطة وفي المحاولة الماضية، لكن أيضا تدخل دفاعي يأتي، والمحاولة بعد ذلك أبعدت وتخلصت من غيلان الشعلالي في الكرة الماضية وفي المحاولة الماضية مع وجود لاعب في أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله، سلامات. يبدو بأن لاعب الترجي الرياضي التونسي في أرضية الميدان، نعم، إيهاب المباركي، سلامات لإيهاب المباركي، يسقط في أرضية الملعب من خلال اللقطة ومن خلال المحاولة الماضية، والكرة بعد ذلك فيها صافرة موجودة، وخطأ يأتي لمصلحة الترجي، ومن خلال هذا اللقاء كما ذكرت يبحث الترجي عن الوصول إلى صدارة هذه المجموعة. الترجي في المباريات الخمس الماضية على مستوى منافسات بطولة الدوري لم يخسر، لم يتعرض للخسارة، 3 انتصارات كانت على حساب الملعب الجابسي والأولمبي الباجي ومستقبل المرسى في المباريات الثلاث الأولى، لكن في آخر مواجهتين التعادل أمام نادي حمام الأنف سلبيا، والتعادل أيضا مع مستقبل جابس بهدف لهدف. هذا الرجل يبحث عن الخروج عن سلسلة التعادلات أو التعادلين المتتاليين في الجولتين الماضيتين على مستوى منافسات بطولة الدوري، وهو إلى الآن يسجل التعادل الثالث على التوالي بعد أن كان قد سجل 3 انتصارات تواليا منذ بداية وانطلاقة بطولة الدوري. الأفريقي بدأ المنافسات ب4 انتصارات متتالية على نادي حمام الأنف في رباعية، وبهدفين على مستقبل جابس، وبثلاثية على الأولمبي الباجي، والنجم المتلوي بهدفين مقابل لا شيء، وخسر في الجولة الماضية في منافسات الجولة الخامسة يوم الأحد الماضي 23 من هذا الشهر بهدف مقابل لا شيء في ملعب المنزة عن طريق اللاعب يوسف الفوزاعي لاعب فريق الملعب الجابسي، عندما خسر الأفريقي مباراته الوحيدة على مستوى منافسات هذه البطولة وهي الخسارة الوحيدة. وبالمناسبة الملعب التونسي أو عفوا الترجي الرياضي هو فريق الوحيد في هذه المجموعة الذي لم يخسر، بينما هو رابع فريق على مستوى منافسات بطولة الدوري الذي لم يتعرض للخسارة بعد فثلاثي المقدمة في المجموعة الأولى صفاقسي واتحاد من قردان والنجم الساحلي إلى الآن أيضا لم يتعرضوا للخسارة. كرة فيها محاولة تأتي لمصلحة الملعب أو لمصلحة الأفريقي، كرة تمر بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ، خطأ للترجي، الترجي 32 دقيقة
هو التعادل الإيجابي بهدف لهدف. بدأ ترجي المواجهة بشكل رائع جدا، ثم بعد ذلك جاء التعديل في الجانب المقابل عن طريق إبراهيم شنيعي. واحد واحد من يعني النوادر أيضا خلال الفترة القليلة الماضية في إطار منافسات البطولة الدوري أو الكاس، مو الكرة فيها محاولة لمصلحة الأفريقي داخل منطقة الجزاء، تدخل يأتي وإبعاد في الكرة الماضية، المحاولة لا زالت مستمرة والكرة بعد ذلك أبعدت تخلصت، عادت لمصلحة الترجي بصافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ. يعني خلال الفترة القليلة الماضية وعندما نتحدث عن لقاءات الفريقين فأننا في آخر 20 مباراة تقريبا ظهر التعادل في مواجهة وحيدة فقط ما بين الفريقين، في المباراة التي انتهت في عام 2014 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين، انتهت بهدفين لهدفين، ذلك كان التعادل الوحيد في آخر تقريبا 20 مواجهة جمعت ما بين الفريقين. لكن آخر تعادل إيجابي بهدف لهدف، كرة كانت فيها محاولة خطيرة لكن معز بن شريفية تدخل في الكرة الماضية، عادت المحاولة من جديد واختار بالخيثر يلعب كرة عرضية في منطقة الجزاء، الإبعاد يأتي والكرة بعد ذلك تخلصت ووصلت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة شوف الكرة الماضية مرور تقدم صابر، صابر بن خليفة في اللقطة الماضية في مواجهة بن شريفية، لكن التصدي يأتي والإبعاد، تعود المحاولة مرتدة سريعة في الجانب المقابل، التقدم تأتي من طاهين الخنيسي لكن الكرة فيها إبعاد، والمحاولة بعد ذلك وصلت إلى خارج أرضية الملعب والكرة تصل إلى رمي التماس، إلى رمي التماس. كنت أتحدث عن آخر تعادل إيجابي بهدف لهدف كان في هذا الملعب في الرابطة التونسية المحترفة في عام 2009، في عام 2009 هنري بيانفوني سجل لمصلحة الترجي في ذلك اللقاء، وأمير العكروت هو من أحرز التعادل للنادي الأفريقي في آخر تعادل إيجابي بهدف لهدف جمع ما بين الفريقين في مباراة أضاع من خلالها وجدي بوهزي هدف أو ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة في الوقت بدل الضايع في الدقيقة 95، ركلة جزاء ضايعة من وجدي بوعزي لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف، وهي كانت آخر مرة ظهرت فيها هذه النتيجة التعادل بهدف لهدف كما ذكرت في ديسمبر من عام 2009، أي قبل سبع سنوات تقريبا من الآن. شوف المحاولة الخطيرة الماضية، استلام في غاية المثالية والروعة في الكرة الماضية، ثم بعد ذلك تمريرة تأتي وسقوط، هل هنالك ركلة جزاء في التدخل في اللقطة الماضية؟ أمان الافتكاك كان سليما من مدافع الترجي وبالتالي لا وجود الخطأ. تعود المحاولة لمصلحة الأفريقي الآن، كرة فيها محاولة ملعوبة في الجهات اليمنى، مختار بالخيثر يحاول لكن الكرة بعد ذلك خطيرة في منطقة الجزاء، ورأسية تأتي من هشام القروي إلى حارس المرمى معز بن شريفية الذي يسيطر على الكرة بالشكل المطلوب، يبدأ من خلالها محاولة جديدة لمصلحة الترجي الآن. لمصلحة الترجي، قلت بأن الترجي يبدأ بالأسماء العربية التونسية كاملة في المباراة، لكن أيضا هشام بالقروي هو لاعب دولي جزائري السابق في تشكيلة الترجي، ومن خلال أحداث هذه المواجهة وبالتالي ثلاث لاعبين جزائريين يتواجدون في التشكيلة الأساسية للديربي التونسي الكبير ويقدمون أداء مميزا، سواء مختار بالخيثر، إبراهيم شميحي في الجانب الأفريقي أو في الجانب المقابل أيضا هشام بالقروي الرجل الموجود في خط دفاعي، هذا الرجل الذي يظهر أمامنا الآن لاعب فريق نادي الترجي ومدافع فريق نادي الترجي، الرجل الذي يسجل حضوره مع الترجي من خلال منافسات بطولة الدوري في هذا الموسم بعد أن كان لاعبا هنالك في نادي ناسيونال دي ميديرا على مستوى منافسات بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، والرجل الذي مثل منتخب الجزائر دوليا في 45 مباراة دولية يبعث بالكثير من الاطمئنان في خط دفاع الترجي. كرة فيها محاولة لكن سقوط ايضا في ارضية الملعب، سلامات ان شاء الله للاعب الترجي الموجود في ارضية الميدان من خلال اللقطة الماضية والتدخل في الكرة الماضية، السقوط يبدو مؤلما نوعا ما في اللقطة، شايفين سلامات ان شاء الله، سلامات في الكرة، وفي اللقطة الماضية كان التدخل، لكن هذه كيف ضاعت يا صابر
اوه يا صابر، كان بالامكان ان يصل وان يسجل، ولكن الكرة والمحاولة الماضية ابعدت بعد ذلك. هشام بالقروي بالمناسبة يلعب اليوم ضد فريقه السابق الافريقي. هشام بالقروي كان في اتحاد الحراش في الجزائر، تحول بعد ذلك للافريقي في موسم 2014، لاعب لمدة موسمين ونصف تقريبا قبل ان يغادر الى الدوري البرتغالي لكرة القدم، ثم بعد ذلك ياتي مع بداية هذا الموسم ليلعب في الجانب المقابل في الطرف الاخر في الطرف الاخر من المنافسة. لذلك هل يعتبر خائنا بوجهة نظر لاعبين، جماهير، محبين، انصار الافريقي؟ هو الاحتراف في عالم كرة القدم. هذه بداية الديربي والشرارة التي اشعلت هذا الديربي الكبير ببداية رأسية مثيرة جدا عن طريق البدري، ثم بعد ذلك ياتي التعادل من ابراهيم شريحي ليسجل بعد ذلك التعادل الكفة، ولتستمر الامور منذ هدف شريحي بتعادل ايجابي بهدف لهدف. 1-1 ما بين الفريقين، وضعية قبل نهاية احداث المواجهة بسبع دقائق، هل تستمر ام ان هنالك حديث اخر بانتظار معرفة بقية تفاصيل هذا الشوط في الدقائق السبع المتبقية؟ كرة لشمس الدين ذواتي، ابعد الكرة والمحاولة الماضية وصلت في الجهات اليمنى امامية ملعوبة، اللقطة تخلصت بعد ذلك وابعدت، وصلت الكرة بصافرة موجودة من حكم المباراة، خطأ لمصلحة الترجي في منتصف ملعب المباراة، خطأ في منتصف ملعب المباراة. لمصلحة الترجي، كرة فيها محاولة لكن أيضا تصل إلى خارج أرضية الملعب، ركلة زاوية في الجهة اليسرى لحارس المرمى فاروق بن مصطفى. هذه الكرة اللي من خلالها هي ركلة مرمى، هي ركلة مرمى. حدادي لم يلمس الكرة الماضية وبالتالي تحولت إلى خارج أرضية الملعب، لكن يأتي القرار من الحكم المساعد الأول بوجود ركلة مرمى أو ركلة ركنية، ركنية لمصلحة الترجي. ملعوب المحاولة في منطقة الجزاء، رأسية خطيرة جدا، خروج خاطئ، غياب للتغطية، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى. هذه المحاولة الرأسية الماضية عن طريق اللاعب شمس الدين ذواتي، والكرة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، جانب من التفاعل الجماهيري الحاضر في مدرجات ملعب المباراة في هذا الديربي الكبير، وبالتالي حضور حقيقة دائما ما يكون مؤثرا على مستوى الديربي. الأمنيات دائما وأبدا بأن نشاهد ملاعب ممتلئة على مستوى كرة القدم التونسية مما يزيد إثارتها. كرة فيها محاولة تسديدة قوية إلى خارج أرضية الملعب، محاولة نادر الغندري سدد الكرة الماضية، والمحاولة بعد ذلك اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية. هذه الكرة اصطدمت في من؟ في هشام بالقروي، وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى أزفن الشريفية أمام الاختبار، في محاولة خطيرة لمصلحة الأفريقي. الجماهير في المدرجات في الانتظار، والتقدم يأتي بكرة ملعوبة خطيرة جدا، مرت لا زالت المحاولة تسديدة، لكن تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، والكرة بعد ذلك إلى ركنية في الجانب المقابل، ركنية في الجانب المقابل لمصلحة الأفريقي. مهدي الوذرفي أيضا من الأسماء التي تتقدم تشكل خطورة في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية كان حاضرا، والكرة بعد ذلك وبعدها تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت المحاولة إلى ركلة ركنية الآن في الجانب المقابل. يضغط الأفريقي من أجل قلب الطاولة، البحث عن الخروج في هذا الشوط للتقدم، البحث عن التسجيل، عرضية في منطقة الجزاء، رأسية في مرة أولى، لا زالت المحاولة مستمرة داخل المنطقة، خطيرة جدا
بمصلحة الأفريقي. عادت في الجانب المقابل، أبعدت في مرة أولى، أبعدت في مرة ثانية، صافرة تأتي، لكن ما هو القرار؟ هذا مهدي الوذرفي في اللقطة وفي الكرة الماضية، وبالتالي يبدو بأن هنالك خطأ على مهدي الوذرفي ولمصلحة سعد بكير في اللقطة وفي المحاولة الماضية، وبالتالي قرار حكم المباراة يأتي بوجود ركلة حرة لمصلحة الترجي في اللقطة الماضية. كرة تعود في الجانب المقابل الآن، ملعوبة أمامية وطويلة، الترجي خسر أفضليته التي بدأ عليها المواجهة بعد هدف الأفريقي. أصبحت الأمور أكثر اتزانا، بل أن الأفريقي أصبح الطرف الأفضل في المباراة، يصل يحاول يابر بن خليفة، يضيع كرة خطيرة جدا في مواجهة بن شريفية، وبالتالي تعود المحاولات من جديد والأفضلية مرة أخرى لمصلحة الفريق الأحمر والأبيض، فريق النادي الأفريقي. عادت من جديد للترجي، كرة في الجهات اليمنى، عرضية ملعوبة في اللقطة الماضية، محمد علي منصر، كرة منصر تصطدم، تحولت إلى رمية التماس، عادت المحاولة من جديد، أمامية ملعوبة لكن أيضا صافرة موجودة، وتدخل يأتي حاضر المسك في اللقطة الماضية، وبالتالي قرار حكم المباراة يأتي بوجود خطأ. قرار حكم المباراة يأتي بوجود هذه الكرة والمحاولة الماضية وخطأ لمصلحة طه ياسين الخنيسي وعلى يبدو أحمد خليل بعد تدخله في الكرة الماضية وفي المحاولة الماضية، وبالتالي قرار سليم من حكم المباراة بوجود خطأ لمصلحة الترجي في كرة ممكن أن تكون آخر محاولات المكشخة في شوط المباراة الأول، آخر المحاولات ربما من خلال أحداث هذه المواجهة، آخر المحاولات في شوط المباراة الأول. كرة فيها صافرة موجودة الآن، محاولة بوجود خطأ، الكرة ممكن أن تكون في الشباك، أمر طبيعي جدا، وممكن أيضا أن يتصدى فاروق، كرة ملعوبة خطيرة، هشام بعيدا عن كل العواطف كاد أن يضرب رفاقه السابقين، أصدقاء الأمس، منافسو اليوم. أوهو يا هشام، من أمام الكل، من فوق الكل، ومن أعلى نقطة يرتقي ليضع كرة رأسية مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، ووصلت بعد ذلك إلى ركلة مرمى عند فاروق بن مصطفى. اللحظات الأخيرة قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، التعادل الإيجابي بهدف لهدف هنا من خلال أحداث هذه المواجهة. كرة ملعوبة لمصلحة الترجي، محاولة في الجهات اليسرى الآن، خليل الشمام يحاول، لكن أيضا صافرة موجودة وخطأ لمصلحة خليل. عندنا أحمد خليل وعندنا خليل شمام وعندنا خليل البلوش، ثلاثة خلان في هذا الديربي، لا خلة لا صداقة، لا صداقة في أرضية الملعب، لا صداقة في هذا الديربي. برا المعشم كل شيء وارد، كل شيء ممكن، كل شيء جاهز. كرة في الجهات اليمنى الآن تصل إلى مختار بالخيث، يلعب كرة أمامية لكن أيضا تغطية دفاعية حاضرة وإبعاد في الكرة الماضية. الوقت الأصلي انتهى، نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع، محاولة لمصلحة الأفريقي أن ينتهي شوط المباراة الأول بهدف في مثل هذا التوقيت، أمر سيكون في غاية الإيجابية بالنسبة للفريق الضيف. كرة فيها محاولة مهدي الوذرفي، وذرفي يتقدم، صافرة موجودة، لمسة يد حاضرة، خطأ على مهدي في اللقطة وفي الكرة الماضية، صافرة لمصلحة الترجي الآن، محاولة ملعوبة في منتصف ملعب الترجي، البحث عن التقدم، أمامية الكرة الماضية، محاولة الوصول إلى الخنيسي، عادت الكرة، لمسة خطيرة، أي تقلبات، أي متغيرات، أي لا توقع في هذا الديربي، كرة ملعوبة بن مصطفى فاروق، يبقي على الأمال، يحافظ على الشباك، يبقي على التعادل، يمنع الترجي من التقدم، وتستمر 1-1، لتستمر 1-1، صابر يتقدم، عرقلة صافرة وخطأ. الله 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 على كرة قدم، والله على منافسة، والله على أداء، والله على ديربي، الله على ديربي. شكرا للترجي، شكرا للافريقي على شوط اول مميز من احداث هذا الديربي الكبير ومن منافسات بطولة الكرة
التونسية لم نشهد حقيقة مثل هذا الأداء منذ فترة زمنية طويلة، وهذا ما نفتقد إليه على مستوى المنافسات العربية وفي مستوى منافسات كرة القدم التونسية. ديربي الاتزان في شوط الاتزان مشاهدينا متابعي قنوات الكاس في كل مكان ينتهي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف، وبالتالي يخرج شوط أول متزن من كلا الجانبين. أعتقد بأن النتيجة منطقية، بأن النتيجة منصفة لمصلحة الترجي ولمصلحة فريق الأفريقي. هذا من وجهة نظري. هيكل الكباتن، المحللين، الخبراء، دياب سليمي وربيع العفوي ربما يمتلكون رأيا آخر. إليك الكلمة. لكنني شخصيا تشبعت كرويا في 47 دقيقة. تفضل هيكل، إليك الكلمة. شكرا جزيلا كابتن خليل البلوشي. شوط أول رائع بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. تقريبا دائما ما ننقد واقع كرة القدم العربية والتونسية في أغلب الأحيان، ولكن ما شاهدناها اليوم صراحة يعكس قيمة الدوري التونسي كأفضل دوري إفريقي ودوري عربي. شوط أول ممتاز من طراز ممكن أوروبي بين الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. نذكر بأهداف الشوط الأول أو هدفي الشوط الأول، بداية بهدف أنيس البدري منذ الدقيقة الثالثة، توزيعة ممتازة وارتماء رأسية من أنيس البدري يفتتح النتيجة لمصلحة الترجي الرياضي التونسي. كانت توزيعة من محمد علي منصر وأنيس البدري يسجل الهدف الأول. ثم في الدقيقة 19 إبراهيم الشنيحي يستغل عمل ممتاز من صابر خليفة ويسجل هدف التعادل، لو أن العملية في بدايتها كانت فيها ضربة جزاء لمصلحة النادي الإفريقي. نبدأ الحديث عن هذا الشوط الأول كابتن طارق ذياب. نرجع للمقدمة، مستوى رائع جدا من الفريقين، من النادي الافريقي من الترجي الرياضي التونسي. تقاسموا السيطره في هذا الشوط الاول، ولكن اللي يهمنا تحدثنا عن التسويق في بدايه هذا الاستوديو وتحدثنا عن الناحيه التسويقيه. اعتقد انه شوط مشرف جدا ويؤكد قيمه الناحيه التسويقيه للدوري التونسي لكره القدم. شوط رائع، شوط مميز جيد، برافو للحكم، كان في المستوى الحكم اليوم. مباراه قويه من الناحيه البدنيه، اندفاع بدني كبير، يعني ديربي بأتم معنى الكلمة. ال 15 الأولى الدقيقة الأولى سيطرة كلية للترجي، صعوبة كبيرة لفريق الخروج بالكرة، لأن فريق الترجي اختار الضغط العالي، خسر كثير من الكرات فريق النادي الإفريقي وأصبحت سيطرة للترجي. وجاء الهدف الأول، الهدف الأول عن طريق أنيس. وشاهدنا أن في بعض الفترات النادي الإفريقي يلقى صعوبات كبيرة تغطية اللاعب إيهاب لمبارك، شوفوا وحده تقريبا بدون منافس، لان الفريق الافريقي اختار 4-4-3، ليس هناك لاعب منافس للاعب المباركي. ثم النادي الافريقي في ال 15 دقيقة الأولى ثلاثة لاعبين الارتكاز يلعبوا قريبين للمدافعين، ولهنا لقوا صعوبات كبيرة ما يخرجوش بسرعة. وشاهدنا خسارة الكرة، عزلوا لاعب الممتاز، أنا أقول من أفضل اللاعبين صابر، وبطبع حال شناه شاهدناهم في ال 15 دقيقة الأولى ما وصلتش الكرة، لأن الإفريقي قبل اللعب ويخسر كثير من الكرات. بعد تسجيل الهدف الإفريقي استغل الهجمات المعاكسة، صابر قدم مباراة 45 دقيقة رائعة، الهجمات المعاكسة، شاهدنا خليل أصبح يخرج، شاهدنا الوظيفي يخرج، وصعب مأمورية الترجي الرياضي، خصوصا هناك ضغط على اللاعبين خصوصا الشعلالي واللاعب فرجاني ساسي. قبل الهدف ما كانش هناك ضغط، بعد خرجوا اللاعبين هذوما اصبح هناك ضغط والترجي لقى صعوبات كبيره خروج بالكره. ثم محور الدفاع الترجي اليوم ما قدمش مرض طيب، خصوصا الذوادي قام باخطاء كثيره في الشوط الاول وكثير من التمريرات المقطوعه، حتى الهدف الاول خروجه ما كانش موفق، يخرج بقوه، يخرج من دفاع، القراءه نتاعه ما كانتش جيده للخروج. واعتقد ان الافريقي كان عنده امكانيه باش يضيف هدف اخر من هجمات معاكسه. شوفوا لهنا الخروج ما كانش موفق، وصابر قام بعمل كبير في الشوط الاول، وهذا توضح لنا قيمه اللاعب هذايا وقياده اللاعب هذايا من الناحيه الهجوميه. الافريقي بعدها اصبحت هناك سيطره خصوصا في الهجمات المعاكسه، خطير، شوفوا لهنا خطير جدا، والحدادي لهنا، شوفوا المدافع الايسر وين موجود، واعتقد يقظه بن شريفيه هو اللي خلى النتيجه 1-1. لكن بعد الترجي خلق فرصين، الكرات العالية الترجي عنده حل كبير، لأن ثلاثة كرات عالية كان ممكن يسجل منها ذوادي واللاعب القروي، وشاهدنا أنيس سجل من الكرات العالية، الكرات العالية الإفريقي سيء. لكن بعد شوفوا لهنا هذه كرة أخرى وضع فرصة كبيرة، ولهنا النادي الإفريقي خرج، وشاهدنا الكرة اللي مرها هو الوذلف،
بدايه المباراه ما خرجوش، ومن بعدها بداوا يخرجوا ولقاوا المساحات، واعتقد بسبب الضغط المتواصل على لاعبي ارتكاز ترجي الرياض. اعتقد انها مباراه كبيره، مباراه ممتازه، استمتعنا بالمباراه. واضح كابتن طارق ذياب، تبارك الله كابتن عادل السليمي. كابتن طارق ذياب تقريبا اتى على كل شيء في هذا الشوط الاول، تقريبا كان ملخص تقييم كامل لما حدث في الشوط الاول. كابتن طارق حصل كل شيء، ولكن عادل الافريقي صراحه كان متميز اليوم تكتيكيا مقارنه لو نقوم بمقارنه بسيطه بما كان في النهائي. كان النادي الافريقي متميز اليوم، وشاهدنا النادي الافريقي كل ما كانت الكره سريعه كل ما احدث الاخطار في دفاع الترجي الرياضي التونسي. هو الجزئيه نضيف على كابتن طارق، لانه تقريبا حوصل في كل شيء، انه الافريقي بعد قبوله الهدف اصبح يلعب في منطقه اعلى، صعد نوعا ما وضغط على الترجي الرياضي التونسي في منطقته، وبالتالي خلي الترجي الرياضي التونسي ما عندوش الامكانيه انه يدرج بالكره ويصعد، واجبر فرجاني ساسي وشعلاني انهم يقوموا بادوار دفاعيه اكثر منها ادوار معناها في رولانس، معناها ادوار هجوميه. ثم شيء ثاني مهم، انه احمد خليل والوذرفي اصبحوا يلعبوا قريب من وسلتي وقريب من مشناحي وصابر، وهذا اعطى اكثر فاعليه للنادي الافريقي، خصوصا انه النادي الافريقي اختار انه يلعب الكره الثانيه. شاهدنا انه يلعب الكره العاليه ثم الكره الثانيه، والوقت اللي اصبح النادي الافريقي يلعب قريب لبعضه، الوسلتي في الهدف الاول كان موجود وخلى الذوادي يستغل خطا الذوادي في الترويض، ثم الفرصه اللي جات صابر خليفه كان من 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 لاعب الارتكاز الوذرفي والغندري اللي كانوا موجودين، وخلى الترجي التونسي اصبح يدافع اكثر منه يهاجم. جزئيه ذكرها كابتن طارق، انه على المستوى الكره الثابته الافريقي لازم يرد باله. كورتين وكان خروج خاطئ من فريق مصر، مش مساله قامه لكن مسألة مراقبة ومسألة تركيز، لأنه يعني على المستوى التكتيكي النادي الإفريقي قاد توازن نتاعو، ما شاهدناش ترجي التونسي مسيطر، ما شاهدناش ترجي التونسي يخلق فرص. كنا تكلمنا على من ناحية عدم توازن في 4-4-2 لوزونج، أنه الحدادي دائما يكونوا عليه اثنين، حتى في الهدف نرجع للهدف كان موصل موجود وكان الإيهاب موجود، هنا اللي خلى الحدادي ما يختارش حل. حتى اللاعبين يختلفوا لما تلعب 4-4-2 لوزونج، تلعب باصرار فيه، تلعب وسام يحيى، وتلعب لاعبين عندهم نزعه هجوميه، مثل ما تلعب اليوم تلعب اكثر توازن، ثلاثه لاعبين مثل ما ذكرت في البدايه كابتن عادل السليمي، ثلاثه لاعبين النادي الافريقي عندهم نزعه دفاعيه في الرباعي اللي يكون وسط الميدان. نبدا بهدف النادي الافريقي، هدف التعادل متعمد مع كابتن ربيع العفوي، ثم نترك كابتن طارق ذياب هدف الترجي، ونرجع مع عادل في بعض الاشياء اللي طلبها بعد نهاية الشوط الأول. أعطيني هدف التعادل النادي الإفريقي، وممكن ربيع يمشي أكثر للعمل الكبير للوسلاتي ولصابر خليفة. صحيح، يعني وتكلمت على الكرة الثانية دائما ما تكون مهمة، والدور اللي قام به الوسلاتي أنه من خلال التمريرة اللي كانت تمريرة لصابر خليفة هو كان قريب، لكن اكيد الخطا اللي قام به شمس الدين الذوادي انه اراد ان يحصر الكره. عدل ممكن نرجع شويه في بدايه العمليه، في البدايه تقريبا اكيد أي. لاحظ معي انا الكره الوسلاتي يتقدم، يعني لاحظ معي يتقدم هذا خطا في الكنترول في البدايه اكيد، يعني الخطا صراحه يمكن الترويض لم يكن في المستوى وبالتالي كانت بعيده منه، لكن يحسب للوسلاتي انه قريب من العمليه اللي مكنته انه ترتد الكره بين رجليه، ثم صابر خليفه اللي في المره الوهله الثانيه يمرر تمريره ممتازه بين يعني ساقي المدافع يسجل هدف التعادل اللاعب الشناحي. احنا متفقين فيها ضربة جزاء في البدايه، فيها ضربة جزاء اكيد ضربة جزاء، من ثم النادي الافريقي يعني امن بحظوظه ورجع في المباراه. خاصه نريد نتكلم فقط، شفنا تقريبا هذا الاداء المتميز، وشفنا كذلك فريقين يؤمنون بحظوظهم، حتى ان المدربين يعني عندهم ثقه في لاعبينهم ولعبوا، شفنا مباراه مفتوحه، ما شفناش فريق متاخر وفريق يهاجم. كذلك يمكن المشكله اللي كانت خاصه ما بين الترجي التونسي، شفنا خط دفاع مع وسط الميدان هناك فراغ وهناك يعني مساحات، اللي شفنا تقريبا في التسديدات الغندري يعني تقدم وسدد، وشفنا كذلك في الحاله اللي كان ممكن صابر خليفه يسجل الهدف الثاني كيف ودرفي تقدم في المساحات، وبالتالي اعتقد لما الضغط يقوم به تقريبا الرباعي او الثلاثي الهجومي انيس بدري خنيسي منصر بمساندات بقير وشعلالي وساسي، الدفاع يبقى متاخر، وبالتالي تكون دائما مساحات ما بين خط الوسط
وخط الظهر، وهذا اللي خلى يمكن نادي الافريقي يستغلها وكان ممكن يسجل الهدف الثاني اللي غنشاهدوا تقريبا في اللقطه. باش نرجع بعد قليل مع كابتن عادل السليمي، ولكن ممكن ناخذ هدف الترجي الرياضي التونسي باعتبار كابتن طارق ذيب منذ قليل تحدث على الصعوبات اللي يواجهها النادي الافريقي خاصه من جهه الظهير من جهه الحدادي، والهدف جاء من جهه الحدادي، وكان ممكن طارق ذيب يجي هدف ثاني لمصلحه الترجي الرياضي التونسي من نفس الخنيسي. من نفس العمليه كان عن طريق الخنيسي. لان مشكله النادي الافريقي في الشوط ال 15 دقيقه الاولى هناك تفوق عدد هدف عدنان الامكان يلعبوا اثنين مهاجمين، لكن ليس هناك لاعب على الإيهاب المباركي ولاعب على اللاعب الشمام. شوفوا الإيهاب المباركي لقى الوقت باش يحضر ويمرر، لأنه ليس هناك. شوفوا الحدادي اثنين ضد واحد، الحدادي ما لقاش الحل، يا امشي باش يخرج على إيهاب يمكن يعطيها اللاعب، ولهذا اعتقد التردد هذايا اعطى فرصة لإيهاب المباركي باش يرفع رأسه. واحنا قلنا دائما لازم اللاعبين منصر واللاعب أنيس لازم يساندوا الخنيسي. شوفوا اللاعب أنيس يعني خرج أمام المدافع وسدد كرة رأسية ممتازة، والترجي هذا استغل الجهة اليمنى، الجهة اليسرى ما استغلهاش. الترجي يلعب أكثر الوقت على الجهة اليمنى اللي فيها منصر وخصوصا إيهاب المبارك. شوفوا ممتاز التمريرة، والمدافع كان متأخر في المحاصرة، ضعيف في الكرات الهوائية ورأسية النادي الإفريقي، وهذا عامل هام لازم يستغلوا الترجي الرياضي التونسي. بعده مشكلة أخرى في خليل واللاعب الوذلفي، المفروض من الأول يخرجوا على اللاعب شعلالي وفرجاني فرجاني ساسي وشعلالي في ال 15 دقيقة اللي لعبوا حرين. في الهدف في الهدف ما كانش الوذلفي وخليل وحتى ما كانش عندهم منافس، كانوا غير منافس، كانوا موجودين، معناها كان التفوق على اليمين، وهذا اللي خلى المشكلة كما قال كابتن طارق أنه مشكلة على مستوى التوزيع لأن ثلاثة لاعبين الارتكاز يلعبوا متأخرين. أعطى شاهدنا أكثر حرية لفرجاني ساسي وشعلالي في الشوط الأول، هما خصوصا 15 دقيقة الأولى ومسيطرين على وسط الميدان، لما خرجوا عليهم الترجي قاد صعوبات كبيرة. الحل اليوم الترجي عنده حلول، ساعدنا أضع فرص، لكن المشكلة هي الجهة اليسرى، لا أنيس ولا اليوم شمام قدموا مردود طيب، شمام ما شاهدناش من ناحية الهجومية. المباراة الأولى شمام عنده فترة في الترجي هذه المشكلة، ولهذا أنا أقول الترجي لازم يتحسن أكثر على الأطراف، يمكن إدخال لاعب آخر على الجهة اليسرى لمساندة اللاعب خنيسي واللاعب منصر في الهجوم. قبل ما نمشي الربيع والحديث ممكن بالنسبة للشوط الثاني من خلال ما شاهدته في الشوط الأول، تاخذ فرصة من الاثنين، تختار فرصة صابر خليفة اللي كان ممكن يسجل الهدف الثاني أو دقيقة 36؟ لا ناخذ دقيقة 36. ناخذ دقيقة 36 أمكن عدنان، لأنه نحاولوا أن نبرز علاش تفوق النادي الإفريقي في وسط الميدان. دقيقة 36 كيف طريقة التوزيع الصعود على الـ على الـ على الـ على الترجي على الترجي الترجي وما يخليهش يلعب الكرات البينية بين معناها ما بين الـ 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 بين الخطوط بين الخطوط وهنا اللي خلى الترجي تشوف هنا الضغط اللي كان اللي صار هذا بعد الهدف، وهذا خلى الترجي التونسي ما عندوش حل واصبح يلعب الكرات الطويله، وهذا مش طريقه لعب الترجي الرياضي خاطر ما عندوش في الكره الثانيه ما عندوش كل نجاح. شوف نفس الشيء ويعاود الترجي التونسي ما يخش حل، وهنا جي التفوق اللي على النادي الافريقي في وسط الميدان لانه صعد نوعا ما واصبح يضغط واصبح الترجي التونسي يلعب كره طويله ويضيع الكرات. هذه تقريبا ثم جزئيه اخيره انه صابر خليفه ولا مره طلب كره في جهة شمام، دائما يطلب في جهة إيهاب لأنه إيهاب خلى مساحات خلفه، هذا خلى صابر خليفة يبرز نوعا ما. وعمل الهجوم لإيهاب كان أكثر بكثير من خليل شمام. ربيع كان عندك تعقيب على هذه اللقطة ولا نمشي مباشرة لل ربيع كيف أنت من خلال مشاهدته في الشوط الأول حسب رأيك ما الذي تتوقعه في الشوط الثاني؟ لأنه تقريبا في شعور للجميع اللي تابعنا الشوط الأول أن النادي الإفريقي ممكن خذا المباراة أكثر من الترجي الرياضي التونسي، وأنهى الشوط الأول أفضل بكثير من الترجي الرياضي التونسي رغم أن الترجي كانت الفرصة الأخيرة للترجي وكان ممكن يسجل الثاني. صحيح، يعني إذا ما حسبنا من ناحية الفرص يمكن نقول بأن متساويين في الفرص، يعني كانت فرصة واضحة للنادي الإفريقي كما كان حيث حجم اللعب تقريبا. صحيح، لكن شفنا بعد الهدف هدف التعادل خاصة النادي الإفريقي حاول أنه يسجل الهدف الثاني، الهدف التعادل أعطاهم ثقة أكثر، لكن أريد أن أذكر خاصة دور كذلك الودرفي في صعوده أجبر الشمام على عدم الصعود، وبالتالي دائما ما يبقى في مكانه محاولة منه أنه يوقف اللاعب الودرفي، والودرفي شفنا حتى في الكواليس تكلمت مع عادل بأنه يصعد ويصبح كجناح. بالنسبة لأنيس البدري أكيد بأنه راجع من إصابة،
واعتقد بان يمكن اللاعب 45 دقيقه في المباراه الماضيه اكيد بان مستوى حجم اللاعب ديالو ليس كما كان ممكن. انا نتصور بان المدرب سيقبل على تغييره وادخال اللاعب الرجيبي مكانه. بالنسبه للنادي الافريقي اعتقد بانه سيبدئ الشوط الثاني يعني بنفس الطريقه، ممكن مع يتولي سميتو ممكن اخراج احد اللاعبين، وبالتالي يعتمد اللاعب الصرافي من اجل لما لا اعطاء دم جديد او ضخ دماء جديده من خلال الجهه اليسرى اللي ممكن يشغلها امام الجهه اليسرى للترجي. نعرفوا بان الصرافي دائما ما يدخل في الدقائق يعني ال 30 او 25 ويضخ دائما دماء جديده، يعني ممكن تكون ورقه رابحه بالنسبه ل المدرب مدرب النادي الافريقي. كابتن طارق ذياب، دي تسان تفكر دخول ادم رجابي الان مكان لاعب انيس البدري، باعتبار انيس البدري ممكن مردوده انخفض نسبيا في اخر الشوط الاول؟ ممكن، لان الترجي تعقيب تركيزه كله على ال 45 دقيقه، كله على الجهه اليمنى على المباركي ومنصر، وبطبيعه الحال سعد بجيل، سعد بجيل تواجده اكثر على الجهه اليسرى، ما يلعبش وراء المهاجم اكثر الوقت، وهذا طبيعي اللاعب يلعب بالرجل اليسرى باش يفتح الزاويه للتمرير، ولهذا اعتقد ان الشمام ما قامش بدور كبير. واليوم انا نقول الاطراف يمين جدا، لان الافريقي ما عندوش مهاجمين على الاطراف. شاهدنا المباركي لما يصعد وحده في بعض الفترات، حتى اذا بيخرج لاعب من وسط الميدان، وهذا هام بالنسبه للترجي لو يخرج لاعب وسط الميدان. وصلت الصوره الخاصه بالشوط الثاني، توقعاتك كابتن طارق ذياب بسرعه؟ مباراه كبيره، اللياقه البدنيه قد تلعب دور كبير. على فكره انا فزت في التوقعات صحيح طارق. لان 45 دقيقه قاموا بمجهودات كبيره، الفريق اللي حاضر بدنيا والمدربين، دور المدربين في الشوط الثاني قد يغير شيء ما في المباراه، لكن مباراه كبيره بصراحه. نتيجه نهائيه؟ عندي قلت 2-1 للترجي الشوط الاول. 2-1 للترجي. تبقى 2-1 للترجي، كابتن ربيع العفو. 2-1 للافريقي. 2-1 للافريقي، عادل سليم. انا مع المحايد. مع المحايد. ايه. انا قلت 3-1. للترجي. لكن المحايد يقول 2-1، عندي 2-1 للافريقي مع. ايه. انا 3-1. الله اعلم. اللي يسجل الهدف الثاني مش يسجل الهدف الثالث. مباشرة خليل البلوشي للتعليق على مجريات الشوط الثاني، ثم ان شاء الله نعود بعد نهاية هذه المباراة. تفضل خليل. شكرا للزميل هيكل الشعري، شكر موصول كذلك للكابتن طارق ذهاب، عادل السليمي ربيع العفو على الحديث الذي دار ما بين شوطي هذه المواجهة الكبيرة على مستوى كرة القدم العربية والتونسية ما بين الترجي والأفريقي في إطار منافسات الجولة السادسة في المجموعة الثانية من الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم. الدوري التونسي كما ذكرت في هذا الموسم يختلف من ناحية التنظيمية عن المواسم السابقة، وبالتالي الإثارة والمتعة ستزداد في إطار منافسات دوري المجموعات وحتى في منافسات النهائية. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين متابعين قنوات الكأس في كل مكان، مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني من لقاء المنتخب التونسي من لقاء قمة التونسية ما بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. الأفريقي والترجي لا تغييرات بالنسبة لقيس اليعقوبي ولعمار سويح، يستمرون بنفس الأسماء التي كانت حاضرة منذ شوط المباراة الأول. للتذكير بتشكيلة الترجي، مع سبن شريفية في حراسة المرمى، إيهاب المباركي، خليل شمام، هشام بالقروي، وشمس الدين الذوادي، محمد علي منصر، غيلان الشلالي، سعد بقير، انيس البدري، فرجاني الساسي، وطه ياسين الخنيسي. بينما في الجانب المقابل بن مصطفى في حراسه مرمى الافريقي، بلال بالعيفه، سيف دقاع، مختار بالخيثر، اسامه الحدادي، احمد خليل، نادر القندري، مهدي الوذرفي، عبد القادر الوسلاتي، ابراهيم شنيحي، وصابر خليفه، هي الاسماء الحاضره من خلال احداث هذه المواجهه في هذا الديربي الكبير. والأمنيات بأن نشاهد على أقل تقدير يعني تستمر الأمور بنفس الأحداث التي كانت عليها في شوط المباراة الأول، والوضعية التي كانت حاضرة بشكل مميز جدا ما بين الفريقين،
انتهى عليها شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف في هدف، كرة فيها محاولة خطيرة جدا ومن خلالها مطالبة بركلة جزاء، لكن أيضا الكرة الماضية يشير فيها الحكم بالاستمرارية، لا وجود فيها للخطأ، الأمور في المدرجات تشتعل من أجل المطالبة في هذه الكرة، هذه المحاولة الماضية أعتقد صعب جدا، أعتقد الصعب جدا في الكرة الماضية بأن نشاهد ركلة جزاء حقيقة من خلال لمسة اليد، وبالتالي أعتقد بأن الحكم يواصل تألقه في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء، هذه الكرة، هذه المحاولة الماضية، أداء تحكيمي جيد في شوط المباراة الأول لهذا الديربي الكبير، ويستمر ونتمنى بأن يستمر أيضا إلى نهاية شوط المباراة الثاني بحول الله من خلال الحضور الكبير لحكم المباراة، حكم مباراة هذا الديربي العربي الأفريقي الكبير. كرة من نادر القندري ملعوبة المحاولة الماضية أمامية، لكن أيضا تعود بعد ذلك إلى خارج أرضية ملعب، تصل الكرة إلى رمية التماس عند القائد أسامة الحدادي، يبدو في تنفيذ رمية التماس بالنسبة لفريق نادي الأفريقي، كرة فيها محاولة ملعوبة أمامية تصل إلى صابر، صابر خليفة الرجل الذي يقدم أداء مميز جدا شاهدنا في شوط المباراة الأول، هو صانع الهدف، هو كان ممكن أن يسجل هدف آخر بانفراد مواجهة التماس بن شريفية، لكن بعد ذلك التألق يأتي من معز، عادت إلى صابر خليفة، كرة فيها محاولة مرور، سقوط في أرضية الملعب، تعود الكرة بعد ذلك في الجانب المقابل من محمد علي منصر، تسديدة تأتي الآن لكن أيضا تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، هذا نادر الغندري هو اللي سدد الكرة الماضية وحولها إلى خارج أرضية الميدان، وصلت بعد ذلك إلى ركلة ركنية، هذه كرة نادر الغندري، تسديدة اصطدمت وتحولت إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى معز بن شريفي، ركنية لمصلحة الأفريقي. شوط المباراة الأول بدأ قويا، بدأ مشتعلا براسية من البدري، سكنت شباك فاروق بن مصطفى، أعلن من خلالها الترجي التقدم، لكن الوضعية الآن في شوط المباراة الثانية الأفريقي هو من يتقدم، هو من يحاول، خليل كرة فيها محاولة راسية تأتي خطيرة جدا الكرة والمحاولة الماضية، لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، الغندري هو اللي لعب الكرة الراسية الماضية وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى الكرة واللقطة الماضية عند الحارس معز بن شريفية، ركلة مرمى الآن ملعوبة، من يصل إلى الهدف الثاني؟ من يسجل الانتصار؟ من يتفوق؟ من يحصل على نقاط المباراة الثلاث؟ وضعية بالنسبة ربما لي يعني عمار فيها صعوبة نوعا ما، أن يأتي اللقاء الثالث على التوالي ولا يحقق فيه الانتصار، ممكن إدارة النادي، جماهير النادي لن ترضى بهذه الوضعية، ثلاث مباريات متتالية، هو بدأ الموسم بشكل مميز جدا، في الجانب المقابل أيضا جماهير الأفريقي هي الأخرى ما راح ترضى بخسارة ثانية على التوالي بعد الخسارة التي كانت حاضرة في الجولة الماضية، وبالتالي الوضعية ما عاد فيها أمور تستحمل خسارة أخرى، كرة فيها محاولة ملعوبة الآن من مهدي الودرفي، لكن أيضا التغطية حاضرة وإبعاد للقطة الماضية، تعود المحاولة من جديد، لمسة في منتصف ملعب المباراة، تغطية حاضرة وإبعاد للقطة والكرة الماضية، تعود في منتصف الملعب من جديد، التقدم يأتي الآن لكن أيضا تدخل وصافرة موجودة وخطأ في اللقطة والكرة الماضية، هذه المحاولة الماضية والخطأ على نادر الغندري في اللقطة الماضية لمصلحة فرجاني الساسي للترجي الآن، كرة فيها محاولة ملعوبة أمامية، خمس دقائق عكس البداية التي كانت في شوط المباراة الأول، هادئة المباراة في شوطها الثاني، الشوط الأول بدأ مشتعلا، الآن العمل الكبير سيكون حاضرا للمدربين، مجموعة من الأسماء حاضرة على مقاعد البدلاء من أجل إجراء بعض التبديلات ممكن في شوط المباراة الثاني، جماهير الأفريقي، هادي الشعب في مدرجات ملعب المباراة هنا في الملعب الأولمبي برادس، لا تتوقف ولو للحظة من تشجيع الفريق، تبحث عن تحقيق الانتصار، غياب للانتصار في المباريات الأربعة الماضية على مستوى هذا الديربي، خسارة في نهائي كأس أفريقيا، عفوا في نهائي كأس تونس، في نهائي كأس تونس، وبعد ذلك الخسارة ثلاث أو خسارتين متتاليتين
على مستوى منافسات بطولة الدوري قبل أن يكون هنالك الانتصار الحاضر في الموسم قبل الماضي، في الموسم قبل الماضي بهدف مقابل لا شيء عن طريق عماد المنياوي في مباراة العربي جابر طرد فيها من جانب الترجي، والحضور بعد ذلك كان بالنسبة للأفريقي بتحقيق الانتصار في ذلك اللقاء. الوضعية تحدثت عنها على مستوى منافسات بطولة الدوري التونسي في هذا الموسم. مجموعتين، كل مجموعة بثمانية فرق. الأول والثاني والثالث يتأهلون لدوري البطولة. وبالتالي أو لمجموعة البطولة، كرة عموما فيها محاولة مهدي الودرفي يحاول في اللقطة الماضية تعود من جديد، التقدم يأتي، السقوط يأتي، الصافرة تأتي، خطأ في اللقطة الماضية، خطأ لمصلحة الأفريقي. حدادي هو من تقدم في الجهات اليسرى، العرقلة حاضرة، وبالتالي قرار حكم المباراة يأتي سليما بوجود ركلة حرة مباشرة لمصلحة الأفريقي الآن. ركلة حرة في مكان خطير، هل يأتي التسديد المباشر في اللقطة القادمة بالنسبة للنادي الأفريقي أم أن هنالك طريقة أخرى من أجل التنفيذ للوصول إلى مرمى مازن بن شريفية بانتظار اللحظات القليلة القادمة هنا في هذا اللقاء. عبد القادر الوصلاتي ممكن يكون من الأسماء التي ستنفذ الكرة القادمة بالنسبة للأفريقي، وبالتالي الوضعية ممكن أن يكون فيها تسديد مباشر على المرمى. معز بن شريفية يوقف الحائط البشري بالشكل المطلوب، وبالتالي محاولة بأن تجتاز الكرة عن طريق عبد القادر الوصلاتي القائد. أيضا هنالك أسامة حدادي، واحد من هؤلاء هو من سينفذ الكرة القادمة بالقوة. ممكن الحدادي وبالقدم اليمنى، ممكن الوصلاتي عبد القادر من أجل الوصول، من أجل العبور، من أجل الانتصار، من أجل التسديد. يلعب كرة تسديدة مباشرة من عبد القادر الوصلاتي، لكن طالت الكرة الماضية وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. هذه كرة عبد القادر، سدد الكرة والمحاولة الماضية ومحاولة الوصلاتي لم تصل إلى المرمى، وبالتالي وصلت بعد ذلك إلى ركلة مرمى عند الحارس مازن بن شريفية. عادت لمصلحة الترجي، مرتدة سريعة ملعوبة في الجهات اليمنى، محاولة الآن في الجانب المقابل تصل إلى أقدام اللاعب المتقدم مازن علي منصر أو محمد علي منصر. منصر يلعب الكرة الماضية، عادت المحاولة من جديد، استلام بشكل مثالي جدا، تغيير في الجانب المقابل، لا وجود للتسلل، المحاولة لا زالت مستمرة، الخطورة لا زالت قائمة بأقدام أنيس البدري. تصل الكرة لمصلحة الترجي، تهيأت في مرة أولى، تهيأت في مرة ثانية، لا زالت المحاولات والضغط مستمرا على مرمى الأفريقي بالنسبة للاعبي الترجي. كرة بعد ذلك من خلال العودة ياب المباركي، وصلت إليه المحاولة في الجهة اليمنى، يبحث عن التقدم، تمريرات حاضرة، تدوير للاعب من الجهة اليمنى إلى اليسرى من أجل سحب لاعبي الأفريقي الحاضرين بتغطية دفاعية مميزة لمنع الترجي من التقدم. كرة فيها محاولة ملعوبة أمامية، لكن أيضا تغطية دفاعية، تغطية دفاعية حاضرة، إبعاد الكرة الماضية. الآن تأتي الكرة، طالت، تحولت، وصلت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة بعد ذلك إلى حارس المرمى فاروق بن مصطفى. الكرة عند حارس المرمى فاروق بن مصطفى، حضور جماهيري مميز جدا، حقق الأمال كما ذكرت بأن يشاهد ملاعب ممتلئة، الملعب الأولمبي في رادس ملعب يتسع لستين ألف متفرج. من الظلم أن يشاهد ثلث الملعب فقط، الملعب الذي افتتح فيه 6 جويليا من عام 2001 وتم تجديده في عام 2005، الملعب الخاص بالأفريقي، الملعب الخاص بالترجي، الملعب الخاص بالمنتخب التونسي، واحد من الملاعب الأولمبية المميزة جدا على مستوى كرة القدم العربية وعلى مستوى كرة القدم الأفريقية، والملعب الذي تم افتتاحه في عام 2001 من أجل الميديتيريان جيمز، دورة ألعاب البحر المتوسط، من أجل دورة ألعاب البحر المتوسط، وكان حضور مميز جدا في تلك الدورة في عام 2001 التي استضافتها العاصمة التونسية. منذ ذلك التاريخ هذا الملعب دائما ما يكون شاهدا على لقاءات الفريقين وعلى مواجهات الفريقين وعلى قمم الفريقين وعلى واحد من دربيات كرة القدم العربية المميزة والمثيرة جدا في كرة القدم. كرة فيها تدخل، صافرة موجودة وخطأ، هنا الخطأ الذي يأتي لمصلحة الأفريقي في منطقة جزاء، وقرار سليم
من حكم المباراة لمصلحة القائد أسامة الحدادي. كرة فيها محاولة ملعوبة في الجهات اليسرى خطيرة الآن، حدادي وصلت إليه، مرر الكرة الماضية وصلاتي بسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب. هذا عبد القادر الوصلاتي، واحد من الأسماء التي تسجل حضورا متميزا جدا مع فريق النادي الأفريقي، الرجل الذي كما ذكرت لعب لفترة مميزة مع فريق نادي أتلتيكو مدريد على مستوى منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن بعد ذلك ذهب في فترة إعارة في الموسم قبل الماضي لناسيونال في منافسات بطولة الدوري البرتغالي، ثم جاء في الموسم الماضي ليكون حاضرا هنا مع فريق النادي الأفريقي كأول نادي في تونس يلعب له، كأول نادي يلعب له في تونس، لأن هذا الرجل ولد في فرنسا في أكتوبر من عام 1991 ونشأ في أكاديمية سبورتينغ طولون، ثم تحول بعد ذلك لأكاديمية أتلتيكو مدريد ولعب لفريق أتلتيكو مدريد بي لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك انتقل للفريق الأول بقيادة دييغو سيميوني في موسم 2014-2015، لكن لم يلعب كثيرا عبد القادر الوصلاتي، وتحول بعد ذلك لأن يكون حاضرا مع ناسيونال في الدوري البرتغالي، ومنه جاء إلى النادي الأفريقي ليسجل حضوره للموسم الثاني على التوالي، ورجل الذي ارتدى قميص المنتخب التونسي في مباراتين دوليتين على مستوى ألعاب الكان في عام 2013 وعلى مستوى أيضا التصفيات عندما لعب ضد سيراليون في منستير في عام 2012 بقميص المنتخب التونسي. كرة فيها محاولة تأتي إلى خارج أرضية ملعب، رمي التماس الآن، إبعاد للكرة الماضية. ما يميز هذا الديربي أيضا المدربين الوطنيين، قيس اليعقوبي امتداد لسلسلة من الأسماء الرائعة جدا. كرة فيها محاولة عرضية في منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية حاضرة في اللقطة الماضية، مختار بالخيثرة بعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كما ذكرت اليعقوبي امتداد لمجموعة من المدربين المميزين التوانسة اللي دربوا النادي الأفريقي، فوزي البنزرتي في فترة من الفترات، يوسف الزواوي، محسن ارتوغرال، أيضا من الأسماء التي كانت حاضرة، لكن فوزي البنزرتي يبقى من الأسماء الرائعة جدا التي سطرت وبأحرف من ذهب إنجازات كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأفريقي. في الجانب المقابل عندنا أيضا المدرب عمار سويح، امتداد لمجموعة من المدربين التونسيين الذين دربوا الترجي، نتحدث عنهم بعد هذه المحاولة. كرة فيها محاولة خطيرة، تسديدة قوية تأتي، لكن كرة اللاعب إيهاب لمباركي إلى خارج أرضية ملعب، إلى خارج أرضية ملعب الكرة الماضية والمحاولة الماضية إلى ركلة مرمى عند فاروق بن مصطفى. هذه كرة إيهاب لمباركي سدد، لكن كرة إلى خارج أرضية ملعب. عمار سويح جاء بعد خالد بن يحيى مثلا اللي كان في فترة من الفترات مدربا للترجي، قبل ذلك اسكندر قصري أيضا كان حاضرا، ماهر الكنزاري كان حاضرا، نبيل معلول في فترة مميزة جدا مع الترجي حقق من خلالها البطولة الأفريقية، هذه الأسماء، فوزي بنزرتي أيضا من الأسماء التي دربت النادي الترجي الرياضي التونسي في أسماء رائعة جدا أيضا كانت حاضرة، مراد محجوب من الأسماء التي دربت الترجي الرياضي التونسي، يوسف الزواوي من الأسماء المشتركة التي دربت الفريقين، وبالتالي وضعية كما ذكرت امتداد لأبناء تونس الخضراء في مسألة تدريب الأندية التونسية المميزة وعلى مستوى التدريب أيضا في هذا الديربي، مواجهة تونسية ما بين قيس اليعقوبي وعمار السويح، لمن تكون الغلبة؟ لمن يكون الانتصار؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال نصف ساعة متبقية قبل نهاية هذه المواجهة وقبل نهاية أحداث هذا اللقاء. سلامات إن شاء الله لصابر خليفة. هذه الكرة اللي من خلالها أصيب صابر خليفة وسقط في أرضية الملعب. شوف المدرجات، صورة تأتي على المدرجات وهي مشتعلة. يا الله، منظر هذا بثلث ملعب
35% فقط من الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب، فما بالك بالمنظر لو كانت الأمور بالملعب الكامل. بالملعب الكامل وضعية ستكون بكل تأكيد مختلفة تماما على مستوى المدرجات، مختلفة تماما على مستوى المدرجات. عموما حقيقة إلى الآن نحن نستمتع بما نشاهده على أرضية الملعب أو حتى في مدرجات ملعب المباراة، وضعية في غاية الروعة لديربي نفتخر به عربيا على مستوى كرة القدم التونسية. كرة فيها محاولة ملعوبة في الجهة اليسرى الآن، صابر خليفة يعود من جديد يبحث عن التقدم عرضية في منطقة الجزاء، لقطة الكرة الماضية مرت من أمام الجميع، لا زالت المحاولة مستمرة. خلصت وابعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، اختار بالخيثر، خلص إلى رمي التماس، تعريف أكثر منافسات الدوري في هذا الموسم كما ذكرت مجموعتين، كل مجموعة من ثمانية أندية، الأندية الثلاثة الأولى بعد ذلك تلعب دوري من مجموعة، في كل مجموعة الأندية الثلاثة الأولى يعني ستة أندية تتأهل لمجموعة البطولة مجموعة الدوري ذهابا وإيابا، بعد ذلك الأندية الأربعة من المركز الرابع حتى السابع تلعب دوري الهبوط من أجل تحديد الفريق الذي أو الفريقين اللذان سيهبطان إلى أندية الدرجة الثانية، والنادي الذي يحتل المركز الأخير في كل مجموعة يهبط مباشرة إلى الدرجة الثانية في تونس. هذا نظام الدوري يجعل الأمور مشتعلة منذ بدايتها في دوري المجموعات وصولا بعد ذلك إلى دوري البطولة، لكن لك أن تتخيل بعد ذلك في دوري البطولة الملعب الأفريقي للترجي الرياضي التونسي، إلى الآن الملعب الجابسي في المجموعة الأولى، صفاقسي والنجم الساحلي و الاتحاد بن قردان، الى الان هذه الاندية الستة التي ستلعب منافسات دوري البطولة الى الان. بن قردان مفاجأة سعيدة جدا على مستوى منافسات بطولة الدوري في هذا الموسم، أداء مميز جدا لبن قردان عند مباراة مع القيروان ممكن من خلالها يصل إلى صدارة المجموعة الأولى ويضمن بشكل كبير جدا ربما الوصول إلى دوري البطولة، الأداء الكبير الذي يقدمه بن قردان في هذه المنافسات وفي هذا الموسم شيء جميل جدا حقيقة، يدخل إلى مصارعة ومقارعة الكبار على مستوى كرة القدم التونسية. كرة فيها محاولة ملعوبة عرضية خطيرة جدا في منطقة الجزاء، سقوط في أرضية الملعب، حكم يشير بالاستمرارية في اللقطة وفي المحاولة الماضية، لا زالت المحاولة مستمرة لمصلحة الترجي، البحث عن العرضية، مرور، تمويه، عرضية في منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية دفاعية حاضرة وإبعاد الكرة الماضية للترجي، لا زالت المحاولة ملعوبة، كرة فيها محاولة وصول لكن مهدي المدرفي يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس، لا زالت المحاولة مستمرة لمصلحة الترجي الآن. البحث عن المقدمة للترجي، محاولة توغل من الجهة اليمنى، تغطية دفاعية حاضرة بشكل مميز، لا زالت الأمور مستمرة، تمريرات متبادلة، كرة فيها محاولة ملعوبة في الجهة اليمنى خطيرة جدا، البحث عن الكرة العرضية، تأتي العرضية في منطقة الجزاء، إبعاد في اللقطة الماضية وتدخل، لا زالت مستمرة، التقدم يأتي، الحكم يشير بالاستمرارية، لا وجود للخطأ، تغيير الاتجاه اللاعب في الجانب المقابل، التقدم في محاولة تصل إلى طه الخنيسي، البحث عن من؟ كرة فيها محاولة ملعوبة أمامية خطيرة خطيرة، طالت الكرة الماضية، طالت الكرة الماضية وصلت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، سلامات إن شاء الله. يبدو بأن هنالك لاعب من الأفريقي
في أرضية ملعب شبه الكرة، والمحاولة الماضية خطيرة جدا لمصلحة الترجي. هنا المطالبة بركلة جزاء، هنا المطالبة بركلة جزاء في الكرة الماضية، لكن بعد ذلك التدخل يأتي من القائد أسامة الحدادي، والكرة تبعد لتعود من جديد عند حارس المرمى فاروق بن مصطفى. هذا أسامة الحدادي لاعب النادي الأفريقي، واحد من الأسماء التي تسجل حضورا متميزا خلال السنوات الماضية، الرجل الذي منذ عام 2010 وهو بقميص النادي الأفريقي، ابن النادي الأفريقي، بالرغم من أن هذا الرجل فقط ب 24 سنة، الرجل الذي ارتدى قميص المنتخب التونسي في 3 مباريات دولية سابقا في العام الماضي. التبديل الآن يترك أرضية الملعب مهدي الوذرفي في تشكيلة المدرب قيس اليعقوبي، والدخول في التبديل الأول في المباراة. كرة لمصلحة الترجي، محاولة مرور التقدم الآن، تصل إلى الجهات اليمنى، البحث عن الكرة العرضية، وسط تغطية حاضرة من الحدادي، محاولة مرور التقدم في اللقطة الماضية، لكن برافو بشكل جيد الحدادي يتدخل، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، إبعاد الكرة الماضية، الكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب الآن، صافرة موجودة وخطأ على القائد بعد تأخره في عملية تنفيذ رمية التماس. تصل في منتصف ملعب المباراة الآن، البحث عن التمرير، المباراة في شوطها الثاني تأخذ طابع الديربيات، كرة فيها محاولة خطيرة، فرصة للثاني، تسديدة قوية جدا لبن مصطفى، بن مصطفى يتصدى للكرة الماضية ولمحاولة الترجي، أفضلية للترجي نعم، لكن الوضعية كما ذكرت في شوط المباراة الثاني تأخذ طابع مباريات الديربي، بعد ما تخلت عن هذا الطابع على مستوى منافسات يعني او شوط المباراة الاول. شوف الكرة، شوف المحاولة الماضية والمحاولة بعد ذلك بتسديدة قوية جدا، لكن بن مصطفى يتدخل والكرة بعد ذلك تبعد، تصل المحاولة من جديد، لمسة ملعوبة الى خارج ارضية الميدان، يحاول الافريقي من اجل الوصول، لكن التغطية والابعاد حاضر في اللقطة الماضية، رمية تماس الان، أفضلية الترجي هل تترجم في شوط المباراة الثاني الآن إلى هدف التقدم؟ في لحظات شاهدنا من خلالها التراجع على مستوى الأداء في هذه المباراة، هل يستمر الوضع بهذه الكيفية وبهذه الطريقة من أجل تعويض الأنصار حقيقة في هذا الموسم؟ يعني الموسم الماضي خلاص الترجي كان بطل الدوري، النجم الساحلي أو النجم كان بطل الدوري والترجي كان بطل الكأس، الافريقي لعب في منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا ووصل فقط يعني الى ان يكون حاضرا على مستوى الدور 32 وودع امام مولودية بجاية النادي الجزائري، بينما في الجانب المقابل الترجي لعب على مستوى منافسات بطولة كأس الاتحاد الافريقي ووصل الى دور 16 ايضا ولم ينجح في تجاوز مرحلة دور 16، وبالتالي هذا الموسم من اجل التعويض ومن اجل اعادة الفرح للانصار، لاننا امام يعني جماهير للأفريقي وجماهير الترجي التي لا ترضى إلا بالتواجد على مستوى منصات التتويج وعلى مستوى تحقيق الألقاب،
لا تتنازل محليا او افريقيا. لذلك يسعى الافريقي من اجل العودة الى منصات التتويج مرة اخرى، على افريقي بطلا على مستوى بطولات الكاس، حاضرا على مستوى المنافسات، متواجدا على مستوى البطولات والفريق الذي يحقق الألقاب، ولكنه أيضا كما ذكرت بطلا لمنافسات بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي، غاب في الموسم الماضي لكن يتمنى بأن يعود من خلال منافسات هذا الموسم بعد أن وصل إلى المباراة النهائية وخسر أمام الترجي، يمني النفس بأن يعوض الأنصار بلقب. الأفريقي يعني كان حاضرا على مستوى كأس الأبطال الأفريقية والكونفدرالية الأفريقية والأفرو آسيوية، كان حاضرا فيها أيضا وأبطال الكؤوس الأفريقية، كل الإنجازات على المستوى الخارجي متوجا بطلا فيها، لكن حقيقة الإنجاز الأبرز بالنسبة للأفريقي هو الفوز على مستوى منافسات بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري في عام 1991 على فريق ناكيفوبو من أوغندا 7-3 في مجموع المباراتين، 7-3 في مجموع المباراتين. بينما في الجانب المقابل عندنا بطل أفريقيا مرتين 94 و2011، كرة في محاولة خطيرة جدا مرة أخرى، فاروق بن مصطفى يتدخل يبعد الكرة، يواصل التألق، يمنع الترجي حسما منيعا فاروق بن مصطفى. الى الان في شوط المباراة الثاني شايل في عبء المباراة بن مصطفى، كرة فيها محاولة عرضية ملعوبة طالت وابعدت وصلت الى خارج ارضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك تصل الى ان تكون بركلة ركنية على يسار حارس المرمى فاروق بن مصطفى. سلامات لبن مصطفى الرجل الذي يحمل عبء المباراة في شوطها الثاني واقفا امام لاعبي النادي الافريقي او امام لاعبي نادي الترجي، ويصل الى الان الى ان يكون نجما للافريقي في شوط المباراه الثاني بعد تالقه، حضوره، تصديه، ابعاده لاكثر من كره ولاكثر من محاوله، والوضعيه بالنسبه للفريقين يستمر في التعادل الايجابي بهدف لهدف. هذه واحده من المحاولات التي تصدى لها بن مصطفى حاضرا بشكل مميز جدا، مميز جدا. سلامات إن شاء الله. لبن مصطفى يسقط في أرضية الملعب، ذكرت بأننا أمام أبطال أفريقيا 3 مرات، مرة للأفريقي مرتين للترجي، لكن بطولة الترجي الأخيرة في عام 2011 مع معلول والأسماء الرائعة جدا والانتصار في المباراة النهائية على الوداد البيضاوي المغربي بهدف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين، الحضور أيضا بشكل مميز في تلك البطولة والمشاركة على مستوى بطولة العالم للأندية التي أقيمت في اليابان في عام 2011، أندية كبيرة جدا محليا وخارجيا. كرة فيها محاولة عرضية في منطقة الجزاء بن مصطفى مرة أخرى والإبعاد في اللقطة الماضية، لا زالت المحاولات مستمرة ولا زالت أفضلية الترجي قائمة في أرضية الميدان من خلال شوط المباراة الثاني. كرة فيها محاولة خطيرة رأسية، أوه. من جديد بن مصطفى يتحمل الوضعية في شوط المباراة الثاني، شايل الأفريقي على أكتافه من خلال أحداث الشوط الثاني، يتصدى هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه الرأسية الماضية، وبن مصطفى مرة أخرى، بن مصطفى مرة أخرى يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى أو ركلة ركنية، ركلة ركنية. سلامات لبن مصطفى، لا زال بن مصطفى يتعرض للضغط، لا زال بن مصطفى
يتصدى لحسان بن مصطفى، يسقط لحسان بن مصطفى، ينهض لحسان بن مصطفى، هو من يتحمل كرة فيها محاولة من خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية الآن على التنفيذ في المحاولات القادمة. غيلان الشعلالي لمصلحة الترجي بكرة في الجهة اليمنى يلعبها في منطقة الجزاء مرة أخرى بن مصطفى، مرة أخرى بن مصطفى يصنع كرة مرتدة وصلت في الجانب المقابل، تدخل قوي في اللقطة الماضية وإبعاد كرة تخلصت من أمام عبد القادر الوصلاتي، هذه الكرة فيها تدخل وإبعاد من أمام الوصلاتي إلى خارج أرضية ملعب، تصل إلى رمية التماس، رمية التماس. أسامة أسرع شوي لأن أسامة عنده بطاقة صفراء لنفس السبب، هو التأخر في مسألة تنفيذ رمية التماس. صابر خليفة غاب في شوط المباراة الثاني، غابت النواحي الهجومية كاملة بالنسبة للأفريقي من خلال أحداث هذه المواجهة. 1-1 13 دقيقة متبقية، يعني أعتقد بأن جماهير الترجي هي ربما تكون أكثر غضبا على هذه النتيجة من جماهير الأفريقي. الأفريقي سيستمر في صدارة المجموعة لكن الترجي للمباراة الثالثة على التوالي، وسيقف ايضا سيستمر خلف الافريقي على مستوى هذه المجموعه. هل يسجل؟ من يسجل؟ بالانتظار لمعرفه الاجابه. كره فيها محاوله ملعوبه في منطقه الجزاء، ابعاد الكره الماضيه، تعود المحاوله من جديد لمصلحه الافريقي الان، ملعوبه في منطقه الجزاء خطيره جدا لكن ايضا تغطيه دفاعيه حاضره وابعاد الكره الماضيه. يبدو بان هنالك رايه موجوده وتسلل على عبد القادر الوصلاتي، شوف الكره فيها تمريره مميزه جدا لكن يبدو بان هنالك رايه وتسلل. نعم تسلل بركله حره غير مباشره الان، عمار سويح تحت الضغط اكثر لان هنالك بعض الانباء التي تحدثت ايضا في حال الخسارة في هذه المباراة قد يتم الاستغناء عن عمار سوية. الله على عمار وعلى ما قدم هذا الرجل في السنوات الماضية، وفي مسيرته التدريبية أيضا نعلم تماما عندما كان مدربا لنادي الشباب في المملكة العربية السعودية ونجح في تحقيق كأس الملك للأبطال قبل سنتين تقريبا مع نادي الشباب. كرة فيها محاولة في الجهات اليمنى الآن، إلى خارج أرضية الملعب تصل الكرة لركلة مرمى. الجولة القادمة ستلعب منافساتها يوم الأحد القادم، الأفريقي سيستقبل مستقبل المرسى، أو تلعب منافساتها يوم 20 نوفمبر، يوم 20 نوفمبر ستتوقف بطولة الدوري في تونس لفترة ليست بالقصيرة وستعود بحول الله في 20 نوفمبر. الأفريقي مع مستقبل المرسى والترجي سيحل ضيفا على نجم المتلوي. كرة فيها تدخل صافرة موجودة وخطأ، نلعب في دقائق 10 أخيرة تقريبا متبقية قبل نهاية الأحداث هنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الأمور تستمر في شوط المباراة الأول، شاهدنا كل شيء ممتع من خلال أحداث هذا الديربي. في شوط المباراة الثاني غابت المتعة والإثارة، والآن البحث ربما عن الخروج بأقل الأضرار من خلال أحداث ما تبقى في هذا الشوط، والخروج بنتيجة التعادل قد تكون مكسبا خصوصا بالنسبة للنادي الأفريقي. باسم يبدو إصرار في يستعد للنزول إلى أرضية الملعب،
في اللحظات القليلة القادمة. في تبديل حاضر بالنسبة للنادي الأفريقي والتبديل الثاني. بعد ما شاهدنا علي العابدي جاء في التبديل الأول بديلا لمهدي الوذرفي الذي ترك أرضية الملعب. لاعب يواجه فريقه السابق أيضا، لكن في الجانب المقابل الآن علي العابدي من اللاعبين الذين سبقوا وأن لعبوا للترجي اليوم بقميص الأفريقي. كرة إلى صالح فرام موجودة وخطأ. تبديل في الجانب المقابل، عنيس صاحب هدف الترجي يترك أرضية الملعب في اللحظات القادمة. في تبديل أول بالنسبة للمدرب عمار السويح يبحث من خلاله في تنشيط الحالة الهجومية بالنسبة لفريقه فيما تبقى من أحداث هنا في هذا اللقاء، وبالتالي يصل إلى التقدم، يصنع الفارق، يرتقي لصدارة المجموعة. بلال الماجري بديلا لأنيس البدري، كرة فيها محاولة ملعوبة مخالفة لمصلحة الترجي، لكن أيضا تغطية حاضرة، إبعاد يأتي في الكرة الماضية والمحاولة بعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الملعب. تلعب إلى ركلة ركنية، تخلصت أبعدت، عادت المحاولة من جديد إلى خارج أرضية الملعب الآن مرة أخرى. سلامات إن شاء الله لاعب من الأفريقي في أرضية الملعب، إصرار فيه، نزل إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية كتبديل ثاني أيضا بدينا لعبد القادر الوسلاتي الذي ترك أرضية الميدان. وفي الجانب المقابل أيضا شاهدنا تغيير، خروج أنيس البدري ودخول بلال الماجري، هذه الأسماء التي سجلت حضورها إلى الآن، وتبديلات المدربين قيس اليعقوبي وعمار السويح. بسام إصرار فيه وعلي العابدي، بدلاء لمهدي الوذرفي وعبد القادر الوصلاتي، وفي الجانب المقابل ايضا بلال الماجري بديلا لانيس البدري. الى الان هذه التبديلات الحاضره في المباراه. سلامات ان شاء الله للاعب الافريقي الساقط في ارضيه الملعب، الملقى في ارضيه الميدان، اخصائي العلاج الطبيعي من اجل الاطمئنان، صابر خليفه من اجل تحفيز اللاعبين على الصمود في الدقائق الخمس المتبقية قبل نهاية احداث الوقت الاصلي، ولربما الذهاب بعد ذلك من اجل الوصول الى هدف ينقذ الموقف ويخطف المباراة ما بين انصار الترجي التي جاءت من اجل تحفيز فريقها لتحقيق الانتصار وخطف صدارة هذه المجموعة، المجموعة الثانية في اطار منافسات بطولة الدوري التونسي. كرة الى صافرة موجودة وخطأ، فاروق بن مصطفى العلامة الفارقة، فاروق العلامة الفارقة في شوط المباراة الثاني بالنسبة للنادي الأفريقي. كرة فيها محاولة ملعوبة الآن للأفريقي. مناوشات دائما لا يكون لها مكان في مباريات الدير، تظهر وللعيان لا يمكن إخفاء ذلك، واللاعبين في أرضية الملعب يعلمون بأن الأمور لا تمر مرور الكرام حقيقة، خصوصا في مواجهة من هذا النوع بالعيار الثقيل، مواجهة من العيار الثقيل، أفريقي والترجي، أفريقي والنجم، أفريقي والصفاقسي، صفاقسي والأفريقي والترجي، النجم والترجي، كل هذه مباريات كلاسيكيات ديربيات في كرة القدم التونسية، ونحن دائما وأبدا بحول الله معكم في الموعد عبر قنوات الكاس. كرة فيها محاولة لمصلحة الترجي خطيرة جدا، عرضية تصطدم الكرة الماضية، لا زالت المحاولة مستمرة، صابر خليفة ومن يعود من أجل مساندة الرفقاء في الناحية الدفاعية فيما تبقى من أحداث في شوط المباراة الثاني ومن عمر هذه المباراة.
الافريقي واضح بانه يلعب من اجل الوصول الى التعادل. الافريقي من اجل الوصول والاستمرار على الصداره، والترجي يبحث عن الانتصار فيما تبقى في هذا الشوط، شوط المباراه الثاني وفيما تبقى من عمر المباراه. كره فيها محاوله من عملاء، تسديده قويه جدا تصطدم وتتحول الى خارج ارضيه الملعب الى ركله ركنيه. ركله ركنيه للاحمر والاصفر للترجي. 1-1، هل ستستمر ويطلع الفريقين حبايب من خلال هذه المواجهه ام ان هنالك كلام اخر متبقي في الدقائق الثلاث المتبقيه في هذا الديربي بدا مثيرا. كيف سينتهي؟ كيف سيكون؟ كره بخطا او بكره من ركنيه غلال الشعلاني يلعب كره في منطقه الجزاء، ابعاد، اثارت المحاوله مستمره، تسديده قويه تاتي تصل الى حارس المرمى او الى ركنيه في الجهه اليسرى الان لحارس المرمى فاروق بن مصطفى. أن يواصل تألق بن مصطفى من خلال أحداث شوط المباراة الثاني. لا أعلم إذا كان شنيحي عاد إلى أرضية الملعب بعد أن تلقى العلاج والإسعاف أم أنه لا زال خارج أرضية الميدان، وبالتالي الأفريقي يلعب بعشرة لاعبين في أرضية الملعب عموما. كرة فيها محاولة من ركني، اسمع صوت المدرج، الله 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 على صوت المدرج. كرة فيها محاولة ملعوبة بن مصطفى مرة أخرى، كرة فيها محاولة مرتدة سريعة لمصلحة الأفريقي الآن، سريعة للأفريقي، ملعوبة أمامية خطيرة خطيرة جدا. أوهو، عاد شنيحي وعادت معه خطورة الأفريقي، لكن بن الشريفية في توقيت مميز جدا يتدخل في الكرة والمحاولة الماضية ويبعد المحاولة من أمام إبراهيم شنيحي إلى خارج أرضية الميدان. ركلة أو رمية تماس وبعدت من أمام شنيحي، تعود المحاولة لمصلحة الترجي، تخلصت وصلت إلى رمية تماس مرة أخرى ومن جديد لمصلحة الأفريقي. الآن تلعب رمية التماس، محاولة لخطف المباراة في اللحظات الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه في مثل هذا التوقيت، لا يمكن تعويضه أبدا في مثل هذا التوقيت. كرة فيها صافرة موجودة وتدخل حاضر في اللقطة الماضية وخطأ لمصلحة الأفريقي أو لمصلحة الترجي، إبعاد بعد ذلك من أمام بلال الماجري إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل برمية التماس، تنفذ رمية التماس، فرجاني الساسي لمسات من لاعبي الترجي، والمرتدة هي السلاح الذي يعتمد عليه الأفريقي الآن من خلال ما تبقى من أحداث في هذه المواجهة. صابر خليفة يلعب كرة بشكل مميز جدا في الجهة اليسرى، محاولة مرور التقدم الآن في اللقطة الماضية، لكن أيضا يعني لم يكن التصرف بالشكل المطلوب من علي العابدي، وبالتالي طالت المحاولة علي العابدي إلى خارج أرضية الملعب. رمية التماس، أعتقد سيكون هنالك ما لا يقل عن 5 دقائق تقريبا كوقت بدل ضايع. تبديل اخر للترجي، حسين ربيع يستعد للنزول في ارضية الملعب في اللحظات القليلة القادمة. من سيترك ارضية الميدان؟ اعتقد سعد بقير بانتظار التبديل. التبديل الثاني للترجي، بلال الماجري
صابر خليفة يترك أرضية الملعب لغازي عيادي. استنفذ المدرب قيس اليعقوبي كل التبديلات المتاحة له. وصابر حقيقة قدم أداء مميز في مباراة اليوم، وبالتالي بدنيا لم يعد قادرا على تكملة الأحداث المتبقية من الوقت بدل الضايع لأحداث هذا الديربي، وبالتالي يأتي على المدرب ليسج بغازي عياتي في اللحظات الأخيرة قبل نهاية هذه المواجهة. على أمور تذهب بنتيجة التعادل الإيجابي ما بين الفريقين، الوضعية مستمرة بهذا التعادل، التعادل الذي يبقي الأفريقي في صدارة المجموعة الثانية، والترجي يأتي خلفه بعد ذلك أيضا بفارق نقطة واحدة، التعادل الذي يرفع رصيد الأفريقي إلى 13 نقطة ورصيد الترجي إلى 12 نقطة بعد ثلاث تعادلات والثلاث انتصارات في بداية بطولة الدوري، لكن يضع أيضا بعض علامات الاستفهام حول غياب الانتصار بالنسبة للترجي في المباريات الثلاث الأخيرة على مستوى المنافسات محليا. بينما في الجانب المقابل هذا هو اللقاء بعد الخسارة في الجولة الماضية، يأتي التعادل في هذه الجولة في مباراة الديربي، وبالتالي أعتقد بأنها نتيجة إيجابية للأفريقي، خصوصا وأنه يلعب بعيدا عن الأنصار. كرة في الصافرة موجودة وخطأ، خطأ لمصلحة الأفريقي الآن. بطاقة صفراء أخرى تظهر، برافو حكم المباراة حقيقة يقدم أداء مميز جدا من خلال أحداث هذه المواجهة بعيدا عن ضغوطات الديربي وأهمية المباراة وجماهيريتها ونسبة المتابعة الكبيرة، لكن ضابط إيقاع المباراة بشكل مميز، لا توجد أخطاء أثرت بشكل أو بآخر على سير المباراة، لا يوقف المباراة كثيرا، وبالتالي استطاع أن يسيطر على مجريات الأحداث من خلال الدقائق الماضية. كرة فيها محاولة مرور وتقدم، تدخل يأتي بتوقيت مثالي جدا من الفرجاني ساسي، يبعد الكرة الماضية، يبدأ ربما محاولة هي أخيرة لمصلحة الترجي، أبعدت تخلصت على مشارف أو نهاية الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني. التعادل لا زال مستمرا هنا في هذا الديربي، شوط أول مميز جدا، شوط ثاني ظهر عليه طابع الديربيات وظهر التحفظ والحذر كان حاضرا في مواجهة الفريقين، والإفريقي لعب من أجل الوصول إلى التعادل، وبالتالي نستطيع القول بأن الإفريقي نجح في هذه المهمة إلى الآن، نعم وإلى نهاية المباراة، لأن صافرة النهاية تنطلق الآن مشاهدينا متابعينا في كل مكان بإعلان التعادل في هذا الديربي العربي الكبير بين الأفريقي والترجي في منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية في الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم. عبر قنوات الكاس خليل بلوشي كان معكم في الوصف والتعليق، على أمل الالتقاء بكم في مباريات أخرى، تقبلوا تحياتي، دمتم في حفظ الله ورعايته. بالصوت والصورة أعود إلى استوديوهاتنا في الدوحة مع الزميل هيكل الشعري والكباتن طارق دياب، عادل السليمي، ربيع العفوي. هيكل تفضل، إليك الكلمة. استمر التعادل مرضيا للأفريقي، غير ذلك بالنسبة للترجي. إليك الكلمة هيكل تفضل. شكرا جزيلا زميل خليل البلوشي. إذا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. قبل أن نرجع لتذكير بأهداف المباراة، فقط تحية أعجاب لحكم المباراة وليد الجريدي، حكم صراحة أدار المباراة بامتياز كبير جدا. الأهم شيء أنه حكم فرض الاحترام، يعني حكم صراحة جعل الجميع يحترمه. لا تقريبا منذ مباريات عديدة لم نشاهد اللاعبين بهذه الكيفية، الجميع يحترم قرارات الحكم، الجميع ساهم في هذا، ولكن كان حكم يفرض الاحترام بطريقة غير عادية. لو قارنا هذا الحكم بحكم يوم أمس مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، صراحة شتينا بين هذا الحكم وحكم مباراة يوم أمس. يوم أمس شاهدنا ركل وشاهدنا دفع مساعد الحكم، وشاهدنا تقريبا كل ما ممكن يقلل من قيمة حكم المباراة، ولكن هذا الحكم صراحة فرض الاحترام بكل المقاييس. كابتن طارق، صحيح صحيح معك، الحكم أنا أقول رجل مباراة، لأنه ما قتلش المباراة، ما صفرش كثير، رغم أن يعني في عديد من الحكام أن يصفروا باش يسيطروا على المباراة، هو بالعكس خلى الكرة تلعب، عطى الأسبقية، ورغم هذا كبيرة سيطر على المباراة، لأنه ساهم اليوم بقسط كبير أن الديربي يمر معناتها بالمستوى اللي شاهدناه اليوم، مباراة كبيرة خصوصا الشوط الأول. أعتقد أن اليوم الحكم قدم مستوى جيد والحكم يشكر على المستوى هذا.
قبل ما نرجع الكابتن عادل والكابتن ربيع العفوي، ياسين بورقيبه، ياسين بورقيبه مباشره مع فرجاني ساسي لاعب الترجي الرياضي التونسي، تفضل ياسين. اهلا وسهلا هيكل، معي فرجاني ساسي لاعب الترجي الرياضي التونسي. فرجاني، التعادل الثالث بالنسبه للترجي الرياضي على توالي، هل كان بالامكان احسن من مكان اليوم؟ اكيد كان بالامكان احسن من مكان، في بالي اليوم قدمنا مباراه كبيره، كنا مسيطرين على على المباراه، لكن هدف الجانب الافريقي هدف معناه جاء في غلطه في عفوه، لكن بعد رجعنا الشوط الثاني وكنا احسن وسيطرنا على الشوط الثاني، لكن هذيك هي جانا فرص ما جاش منهمش، ما نهبطوش رؤوسنا، نكملوا نخدموا، احنا قاعدين نقدموا في حاجات باهيه، نحاولوا نخدموا اكثر ونحاولوا نسجلوا المباريات الجايه ان شاء الله. مشكله الترجي التجسيم اليوم، امامكم حارس مرمى متميز اليوم، فاروق بن مصطفى كان رجل المباراه. صحيح، اتساح له فريق المصفى كان معناها عمل مباراه كبيره، حتى النادي الافريقي عمل مباراه كبيره وقعد كيفاش يسك علينا مليح، ما خليناش نلعبوا برشا كوره، لكن الغالب نقصنا التجسيم ان شاء الله، المباراه الجايه كملوا نخدموا احنا ان شاء الله، ما الجايه خير ان شاء الله. شكرا فرجاني ساسي لاعب الترجي الرياضي التونسي، مباشره الى لطفي الرويسي مساعد مدرب النادي الافريقي بعد عثره المباراه الفارطه، النادي الافريقي كان مطالب بالتدارك، التعادل هل يرضي النادي الافريقي اليوم؟ والله احنا لعبنا على الفوز ما لعبناش على التعادل، معناتها كانت مقابله متوازنه، معناتها جات فتره سيطر فيها الترجي الرياضي وجاته فرص، وجات فتره سيطر فيها النادي الافريقي، كنا حتى احنا جاونا ثلاثه ولا اربع فرص في الشوط الاول، خذينا الفترات القويه نتاعنا ما جسمناهمش، كيف كيف الترجي في الشوط الثاني قدمت مقابله كبيره، حاولنا باش نلعبوا على امكانياتنا، الفريق لعب بالكدا، قدم مقابله في المستوى، واهم حاجه كما قلت لك معناتها المقابله انتهت بروح رياضيه، وفما فرجه، فما عمليات ثنائيات، فما فرص، المهم كونه معناتها واحد نقطه معناتها مع الترجي تسمى زاد باهيه مش خايب. فريق بن مصفى رجل المباراه. لا حتى بن شريفيه رجل المباراه زاد معناتها فسخ زوج اهداف، وفاروق معناتها في اخر المقابله زاد فسخ زوج ولا ثلاثه اهداف، معناتها كانت المقابله متوازيه في الفرص، معناتها الفرص اللي جاتنا احنا في الشوط الاول جات للترجي في الشوط الثاني، هذيك هي كره قدم، تعادل ما بين زوز فرق كبار، وان شاء الله معنا احنا نزيدوا نخدموا نزيدوا نحسنوا، فما برشا حاجات باش نحسنوا حتى. شكرا لطفي الرويسي مساعد مدرب النادي الافريقي. غيلان الشعلالي هيكل مباشره، غيلان تعادل هل يرضي الترجي الرياضي اليوم؟ اكيد ما نصورش يعني تروح نقول يرضي الترجي الرياضي، خاطر عملنا معناها ثلاثة تعادلات متتالية، شفنا يعني حبينا نربحوا الماتش هذا ونهديوه للجمهور وللونترونور سيرتو، شفت يعني ما عرفناش اليوم كيفاش نماركيو، عملنا درس في التيران بلغة الكرة، ان شاء الله نكملوا كايا ونصلحوا من غلطنا ان شاء الله. شكرا غيلان الشعلالي لاعب الترجي الرياضي التونسي، اعود اليك هيكل. شكرا جزيلا ياسين بورقيبه، كالعاده عمل متميز من الزميل ياسين بورقيبه في هذه المباراه الاولى المنقوله هذا الموسم على قنوات الكاس الرياضيه. نرجع كابتن عادل السليمي، استمعت للطفي الرويسي ان شاطروا في جزء ان النادي الافريقي تحصل على نقطه ثمينه، والنادي الافريقي كان ابرز مستفيد من نقطه اليوم، ولكن ان النادي الافريقي يلعب من اجل الانتصار لا اعتقد هذا. على كل ان امكن عدنان اعطينا الاهداف مع كابتن عادل السليمي حتى نذكروا بهم الساده المشاهدين، مش مشكل. هو صحيح انه النادي الافريقي تعال تخدم النادي الافريقي باعتبار انه تخليه متصدر ما ينهزمش ضد الترجي الرياضي التونسي، رغم انه الترجي الرياضي التونسي من ناحيه الزاد البشري ممكن نقولوا احسن بكثير من النادي الافريقي، لكن ما نعتقدش انه النادي الافريقي اليوم خاصه في الشوط الثاني لعب على 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 الانتصار. خلينا نقولوا خلينا نذكروا السادة المشاهدين ان قلنا شوط اول كان متميز من الفريقين، شوط اول متميز كان الافريقي خاصة بعد ما قبل الهدف كان قدم مستوى جيد في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني تراجع نوعا ما، ممكن مسألة بدنية لان الافريقي مش ممكن انه يقدم بدنيا مستوى الشوط الاول باعتبار انه ضغط على الترجي الرياضي التونسي، لكن اللي يعطيك مؤشرات على انه الافريقي وهذا مفهوم انا صراحه نتفهم مدرب قيس العقوبي انه في التغييرات ماشي اول شيء ما شاهدناش لا الشنيحي ولا صابر الخليفه في الشوط الثاني، وهذا يعطيك تفسير انه الافريقي كان اكثر دفاعيا اكثر منه هجوميا، ثم انه تغييرات بدخول العابدي في دقيقه اظن 71 دخول العابدي، هذا دخول لاعب اكثر منه لاعب دفاع اكثر منه هجومي كان الوذفي، وبسام السرافي المفروض انه يكون هجومي دخل في دقيقه 82 وذات مع بسام السرافي، ولكن بس دخول العابدي في الفتره الاخيره لم يكن مقنع بالمره، وحتى دخوله 20 دقيقه انا كراي شخصي الوذفي افضل بكثير بقائه من العابدي. لما تختار العابدي
يدخل في المباراة مكان قبل بسام صرفي انك اخترت تلعب دفاعيا اكثر منه هجوميا، لانك لما تستعمل بسام في مدة 8 دقائق في الشوط الثاني واضح انك ما تحبش تلعب. ثم التغيير الثالث في الدقيقة 90 غازي العيادي، وهذا وهنا انا شيء متفهم وراه، لانه تقيس يعقوبي يقول انا قدمت مباراه جيده جدا خاصه في الشوط الاول، بدنيا مش ممكن ان نجاري نسق الترجي التونسي، وهذا اللي اعطى الترجي التونسي افضليه على مستوى الفرص وعلى مستوى السيطره. عادل في كلامك هناك قناعه ضمنيه ان الترجي الرياضي التونسي افضل من النادي الافريقي على كل الوجهات، افضل على مستوى الفرديات، على مستوى الزاد البشري، على مستوى الانتدابات، هذا شيء متفق عليه، لكن مش في كره القدم مش دائما الافضل يعني كانك تقول ان النادي الافريقي ليس بامكانه ان يواصل بنفس الوتيره اللي لعب بها الشوط الاول. لا ما قلتش اختيارات المدرب. لماذا النادي الافريقي لم يواصل بنفس الوتيره؟ انا قلت اختيارات المدرب في الشوط الثاني ممكن انه بدنيا مش ممكن انه يجاني نفس النسق عادي. انا المدرب يعرف امكانيات لاعبينه من الناحيه البدنيه، والترجي والترجي تقول يقدر، يعني الترجي افضل. النادي الافريقي اعطى فرصه للترجي التونسي انه يسيطر، النادي الافريقي اللي هو اللي تاخر معناها البلوك ديفونسيف رجع على التالي اكثر من اللازم، النادي الافريقي اللي ما في تغييرات ما كانش هجوميه كانت اكثر منها دفاعيه، وهذه استراتيجيه مدرب، يعني ما نجمش ممكن ان نلوم مدرب انه يستعمل استراتيجيه معينه ويحاول انه يحافظ، لانه مش بامكانه انه يسجل هدف ويفوز، حبت انه يحافظ على التعادل، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء عادي في كره القدم، باعتبار ان الترجي التونسي على حسب امكانيات وحسب الزاد البشري، نتكلم دائما عن الزاد البشري لانك في الاخير اللاعبين هم يصنعوا الفارق في الترجي التونسي في الانتدابات في السنه الحاليه افضل بكثير من النادي الافريقي، لكن رغم الانتدابات هذه ورغم قيمه اللاعبين لكن النادي الافريقي كان في مستوى الحدث وقدم حسب اعتقادي الشخصي مباراه جيده جدا ومحترمه. خاصة في الشوط الأول، الشوط الأول كان ممتاز من النادي الأفريقي. صحيح. كابتن ربيع العافية أعتقد أن الترجي الرياضي التونسي فرض سيطرة مطلقة في الشوط الثاني، تقريبا 4 أهداف محققة للترجي الرياضي التونسي ضاعت وتصدى، شاهدنا فريق بومصفى في أكثر مناسبة، لو أني تمنيت أنه فريق بومصفى لما يتصدى لكرة ما فيش داعي أنه بعدين نعملوا يعني مسلسل نتاع إضاعة وقت ومسلسل من يعني مش ليست المرة الأولى فريق بومصفى ليس أمام الترجي الرياضي التونسي فقط، لأنه يعني حارس كبير نتمنى أنه يبقى في مستوى كبير، ليس فقط مستوى الإمكانيات الفنية حتى الإمكانيات الذهنية والروح الرياضية تكون موجودة فوق الميدان. تفضل، وإن أمكن مع ربيع نعطيه بعض الفرص عدنان للترجي الرياضي التونسي في هذا الشوط الثاني. هو صحيح، يعني تكلمنا في الشوط الأول قلنا تقريبا الفرص كانت متوازنة، لكن في الشوط الثاني اللي صنع اللعب واللي حاول واللي بادر هو فريق الترجي، وهو اللي جبر تقريبا يمكن تراجع النادي الافريقي اللي شفنا بهذه الصوره في الشوط الثاني، يعني اضافه على ما قالوا عادل من خلال التغييرات، حتى شفنا صابر خليفه، صابر خليفه في الشوط الاول كان لا يقوم بالادوار الدفاعيه، كان ينتظر في الكره من خلال المرتدات والتحول السريع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، الشوط الثاني صابر خليفه تقريبا لعب في الرواق الايسر امام ايهاب المباركي من اجل احد ايهاب المباركي، وبالتالي نقصت الفعاليه الهجوميه، شفنا الوسلاتي تقريبا هو الذي كان اول مدافع يقوم بالضغط على حامل الكره في خط ظهر او في دفاع فريق الترجي التونسي، حتى الشناحي شفناه كان يقوم اكثر بالمسانده على مستوى وسط الميدان، وبالتالي غابت الفعاليه الهجوميه لفريق النادي الافريقي. كذلك ما نساوش راه الزاد البشري ونوعية اللاعبين من الناحيه الفنيه خاصه بالنسبه لفريق الترجي التونسي تفوق بكثير اللي نشوف شخصيا الانديه التونسيه، يعني لما يكون عندك الشعلالي والساسي وسعد بقير لاعبين من الناحيه المهاريه جيدين بامكانهم انهم دائما، انا اتكلم خاصه على الثلاثي في وسط الميدان، يخول لهم دائما انهم يحتفظوا بالكره ويجبر فريق الخصم انه يركض من اجل استخلاص الكره، ما يضيعوش الكره بالسال، وبالتالي هذا يتعب دائما المنافسين، وهذا اللي لاحظناه كما قلت الزاد البشري، يعني خروج منصر ادخال رقيبي اللي اعطى فعاليه هجوميه وكان تقريبا من وراء كل الفرص. رقيبي بالمصري بالتونسي ولي رجيبي يعني اللاعب رجيبي يعني دخوله اعطى تقريبا من ناحيه خاصه من ناحيه الهجوم اعطى فعاليه كبيره، وهنا يعني الفوارق اللي تكون عندك دائما لما تكون مجموعه ويكون عندك اوراق ويكون عندك لاعبين على دكه الاحتياط مقارنه مع اللي شفناه تقريبا دخول العابدي، يمكن ما نتكلمش على نوعيه اللاعبين لكن نتكلم على نيه الاطار الفني من اجل ان الخليل يذهب الى الجهه اليمنى ثم العابدي يلعب على الجهه اليسرى
محاوله ايقاف الجهه اليمنى اللي كان لهاب الماركي كان جد نشيط من تلك الجهه. وعلى فكره لما انقذنا انا انقذت شخصيا لانه ليس عادل وليس ربيع بالنسبه للعادلي، ولكن هذا لا يمنع التحسن الكبير للنادي الافريقي ولا يمنع العمل الكبير اللي قاعد يقوم به المدرب قيس اليعقوبي في النادي الافريقي، لانه النادي الافريقي يتحسن من مباراه اخرى وهذا المهم يعني. صحيح، وانا يمكن شخصيا كنت مع ادخال استرارفي لو كان ان كان ممكن اكثر شجاعه من اجل لما لا مباغاه الترجي التونسي، لان في اعطاء تعليمات لخليفه انه يقوم بدور يمكن المدافع اكثر ما كان مهاجم في الرواق الايسر، كان اللاعب الوحيد بسرعته بمهارته من خلال التحول السريع من الحاله الدفاعيه الهجوميه ومن خلال المرتدات كان ممكن يقوم به استرارفي لو تعطاته يمكن دقائق اكثر من 8 دقائق او 10 دقائق اللي دخلها. صحيح، ما تحدثت عن النادي الافريقي، نتحدث عن الترجي الرياضي التونسي ايضا. كابتن طارق ذياب، اعتقد انه الترجي الرياضي التونسي بدخول ادم رجيبي صنع الفرص. الترجي الرياضي التونسي واضح انه هناك مشكل نجع، ليست المباراه الاولى على فكره، تقريبا 3 مباريات الاخيره الترجي الرياضي التونسي يصنع فيها عديد الفرص ولا يتمكن من التسجيل. الترجي قدم مباراه كبيره الشوط الاول، حتى الشوط الثاني سيطر في الشوط الثاني، بدنيا حاضر اكثر من النادي الافريقي. اعتقد ان ومش من السهل اختراق فريق يلعب تقريب الشوط الثاني، هناك تحفظ من الفريق لان لا الحدادي ولا مختار معناتها بالخيث تقريبا ما تقدموش في الشوط الثاني، تحفظ يلعب تقريبا 18 متر تغطي على الاطراف، حتى لاعبين وسط الميدان يتراجعوا الى الوراء وتغطيه المساحات. اعتقد دخول الرجيبي اعطى اكثر توازن للفريق واصبح يلعب على الاطراف اكثر فريق الترجي الرياضي التونسي. انا نقول الترجي مباراه كبيره، فريق كبير، هناك تطور وتحسن الفريق، المدرب حسن مستوى الفريق، لان لو لاحظوا النادي الافريقي، النادي الافريقي بين الدور النهائي واليوم هناك تطور كبير للنادي الافريقي بصراحه، وهذا نقول انا قيس يعقوب يقوم بعمل كبير ومن حقه انه معناتها يلعب على التعادل، من حقه انه يحب نقطه. واضح انا في الشوط الثاني هناك تضييع وقت، واضح ان الفريق النادي الافريقي بالنسبه لي نقطه هامه جدا، لكن نقول ترجي ما تنقص ترجي هو لان اليوم لو سعد بقير يكون في احسن حالاته، لان سعد بقير شاهدناه فترات ثم يختفي لانه مش حاضر 100% بدني. لو منصر كان في افضل حالاته، منصر اللي شاهدناه مع النادي الصفاقسي كان افضل، انا نقول اللاعبين هذوما لو تحسن الاداء نتاعه الترجي بخير، يعني اليوم مباراة كبيرة قدمها الترجي. نكمل معك في نفس السياق، هل ترى انه الان بما قدمه الترجي الرياضي التونسي امام النادي الافريقي في نهائي الكاس وما اظهره اليوم طبيعي امام النادي الافريقي، التحسن الكبير اللي ترأى على مردود النادي الافريقي مقارنة بنهائي الكاس، ممكن حتى يستفيدوا من درس النادي الصفاقسي وشهاب الليلي، لانه شهاب الليلي تقريبا عمل افضل رقم قياسي من حيث عدد النقاط للنادي الصفاقسي، وفي الاخير وقع اقالته، ممكن اقالته جماهيريا اكثر منها من اداره الفريق. الا ترى الان يجب حد وضع حد لكل هذا؟ اعتقد انه النادي الافريقي يجب ان يقتنع بعمل قيس اليعقوبي، والترجي يجب ان يقتنع بعمل عمار الصويح ويعطيه الفرصه ويدافعوا على المدربين نتاعهم الان. صحيح، انا الجماهير اليوم لازم تقتنع بالعمل يقوم به قيس اليعقوبي، يعني شتينا بين الدور النهائي واليوم واضح هناك تطور للفريق، هناك لاعبين شبان في الفريق، ولازم معناتها يخليه المدرب، لما الجماهير تكون ضد المدرب والمسؤولين ما يساندوش يضعفوا المدرب، لازم المدرب يشتغل في ظروف طيبه في ظروف مميزه مثل عمار، لانه يعني عمار مسكين يظل كل اسبوع بيعمل كبير، مش معقول يعني مش معقول 24 ساعة جمهور الترجي يطالب باقالته عن اليوم قدم مباراه كبيره. المدرب راهو في الهجوم، المدرب ما يعطيش حلول، يعطيك افكار، الحل عند اللاعب، الحل عند اللاعب في الهجوم. لما يضيع الفريق 5 و6 اهداف ما دور المدرب؟ هذا مشكله اللاعب، اللاعب يلقى الحل، المدرب يعطي افكار، يحاول يحضر الفريق من الناحيه البدنيه، حتى التغييرات نتاعو كانت ناجحه، دخول اللاعب الرجيبي على الجهه اليسرى اعطى اكثر حلول على الاطراف، ولهذا بدنيا الفريق حاضر، افضل لاعبين اليوم شاركوا لعبوا، ولهذا اعتقد ان عمار يقوم بعمل كبير، واليوم واضح الترجي على الطريق الصحيح، لازم يخلي المدرب يشتغل، لان اذا معناتها الجمهور ضد الترجي وفي بعض الفترات الصحافه هناك حتى صحافة تشتغل ضد المدرب، هذا مش صالح، هذا يضعف المدرب. أنا أقول المسؤولين لازم يكونوا وراء المدرب نتاعهم، اللاعبين وراء المدرب نتاعهم، وحتى الجماهير تكون وراء المدرب نتاعها. أنا اليوم أعتقد سعيد بالمستوى اللي قدمه الترجي سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني، بدنيا حاضر، لاعبين مميزين،
قدموا مستوى جيد، عملوا جمل تكتيكية مميزة في الشوط الثاني، أربع خمسة تمريرات يخرجوا على الأطراف، يهم مبارك يقدم مباراة كبيرة، شعلاوي يقدم مباراة كبيرة، فرجاني الدفاع خصوصا حارس المرمى. يمكن هناك لاعبين مش حاضرين 100% بدنيا، سعد بقيل لما يتحسن الأداء نتاعه ويكون حاضر بدنيا يزيد يحسن مستوى الفريق، منصر ممكن يزيد يحسن مستوى الفريق، لكن الترجي اليوم قدم مباراة كبيرة. واضح كابتن طارق ذياب. ملاحظة أنه حتى لما نتكلموا على المدربين وطريقة العمل دائما نقولوا احنا المدربين ما فهم الا النتائج تحكم على مستواهم. لو نلاحظوا اليوم الفريقين الاثنين، الترجي قدم مردود ممتاز ولعب بطريقه جيده، النادي الافريقي نفس الشيء. ثم انه لما نقارن الامكانيات الموجوده للمدرب مثلا قيس يعقوبي، رغم انه الامكانيات خل على الترجي اقل من الترجي التونسي، لكن الارقام تخدم قيس يعقوبي. بهذا السؤال انا في التسجيل في اللعب الكروي. ثلاث دقائق نحاول نكمل معكم على ربيع دقيقة. كابتن عادل السليمي، تقريبا كابتن طارق ذياب واضح هناك رضا ومشاكل الترجي تونس تقريبا دفاعية واضحة. النادي الافريقي ما هو المطلوب بالنسبة للنادي الافريقي؟ عندي شقيق عادل السليمي هو المكلف بهذه المهمة، ولكن النادي الافريقي مطالب ببعض الانتدابات. وهذا هو اللي احنا وقت نتكلموا على النادي الافريقي نقولوا شنو الامكانيات. احنا في مرحلة التقييم، تقييم جيد ان نقولوا محتاجين لاعب على حسب الاهداف بطبيعه الحال. شو انت هدف تفوز بالبطوله؟ البطوله عندها امكانياتها وعندها لاعبين نتاعها. صحيح انه شو على حسب الاهداف النادي الافريقي عنده هدف اخر غير الفوز بالبطوله؟ هو المفروض فوز بالبطوله ويتاهل يلعب الشامبيونز ليج، هذا شيء مفروغ منه في النادي الافريقي. لكن باي امكانيات؟ انك عندك امكانيات انك اذا البريزيدون اذا رئيس النادي عنده امكانيات يقول انا عندي امكانيات ان نجيب لاعبين او اثنين او ثلاثه. لا الواضح ما عندوش. الواضح ما عندوش، ما نشوف باش نعمل تقييم، تقيم وتحاول انك بالموجود تعوض النقص اللي فيه. ما فماش نقص كبير في النادي الافريقي، قادرين انهم يواصلوا بنفس النسق، لكن في البلاي اوف تكون المباراة اصعب، عندها لاعبين اثنين، صحيح انهم محتاجين لاعب او اثنين، انا اقول ممكن في كل مركز فما لاعب او اثنين، لاعب يعني في كل مركز لاعب، خصوصا مع صابر خليفه لازم واحد ثاني انه يساند، ثم لاعب في وسط الميدان يكون اكثر مع في نفس تقريبا في باسم صرافي. لكن في المجمل النادي الافريقي نقول في الطريق الصحيح، يحاول انه في المستقبل يكون جاهز من على المستوى البدني. اليوم انا شفنا شاهدنا النادي الافريقي على المستوى البدني كان مش في مستوى النسق المباراه اليوم، لان المباراه كانت كبيره جدا. راح نكمل دقيقة بربيع العفوي، عندك الوقت انت غدا ان شاء الله في برنامج الكرة العربية، ما عندكش مشكل، ولكن في دقيقة ربيع، ما الذي ينقص هذه ممكن الفريقين بسرعة حتى نشاهدوا ممكن مباراة أفضل بكثير مما شاهدناه، ولو أنه شوط أول شاهدناه اليوم من طراز رفيع جدا؟ كما قال الأخ طارق، دعم المدربين معا، لأنهم قاعدين يقومون بعمل جيد وبعمل إيجابي. وعلى المستوى الفني؟ على المستوى الفني نشوف بأن مثلا في بالنسبة للنادي الإفريقي لازم ان يكون هناك مهاجم راس حربة هداف وممكن يعني مدافع. جاك بيسون واضح انه الصفقة فاشلة يعني تقريبا بدات تتضح الرؤية يعني. ومدافع. اما بالنسبة للترجي نشوف بان لازم مظهر ايسر كذلك ومدافع. فرأي الشخص المتواضع نشوف بان الفريقين محتاجين هذا المركز. واضح كابتن ربيع العفوي. كابتن طارق ذياب سعدنا جدا بوجودك معنا كالعادة على قناة الكاس الرياضية، شكرا جزيلا. انا سعيد معكم، بارك الله فيك. وعلى فكرة نشكر كابتن طارق ذياب باعتبار بعد ساعة تابعوا عنده لايف ليغا الإسبانية على قناة بين سبورتس، ومع هذا يعني كان متواجد معنا ولبى دعوة، شكرا جزيلا كابتن طارق ذياب. كابتن عادل السليمي كالعادة متألق كابتن، وشكرا جزيلا على تواجدك معنا. طبيعي مع كابتن عادل السليمي نرجعوا مع برنامج المجلس إن شاء الله بداية من اليوم الثلاثاء ليلا إن شاء الله. كابتن ربيع العفوي متألق كابتن، نلتقي غدا إن شاء الله في برنامج الكرة العربية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا، أجمل تحيات. عدنان حجازي في الإخراج، بوعلين بينو في الأعداد، كامل الفريق الفني والتقني. نلتقي دائما على قنوات الامتياز، قنوات الدوري والكاس. تصبحون على خير.